ايه في الساعه الدروس الستار عشان نتكلم عن نيورو فيزيولوجي محتاجين نتكلم على شويه بيسكس. بس البيسكس دي المفروض تكونوا انتوا سمعتوها قبل كده او اوريدي عارفينها او عندكم معلومات عنها، سواء انا عارفينها او مش عارفينها. بس المهم ان احنا بروفايز ذيس ثينجز بسرعه، لان الحقيقه البيسكس اللي هنقولها النهارده دي از ذا بيسكس اوف كل حاجه في الفيدرال. اي ديزيز انتيتي هتعدوا عليه بداية من الايرور ريفراكشن باسنج ثرو فاسكولار اوكلوزيف ديزيزز زي الدايابيتيك ريتينوباثي او الارتي او الفين اوكلوجن، خلاص هتلاقي ان احنا بنلعب او بندستورب حاجه في الاليمنتس اوف ذا نيوروفيزيولوجي اوف ذا اي، وبالتالي ذس ويل اند ان حاجه اسمها ديمينيوشن اوف فيجن، خلاص بصور مختلفه. اوكي الاي بنقول انها اتس ا كومبلكس اند سنسيتيف اورجن ريسبونسبل فور فيجن، بس هل احنا بنشوف بعينينا ولا بنشوف مخنا؟ بنشوف بايه؟ مخنا. بنشوف مخنا. اذا this eye is nothing but a camera. It captures the image. خلاص؟ Nothing more than that. يعني اذا لو العين is totally free, totally normal, بس we have the pathology beyond the eye starting from the optic disc passing back to the visual cortex, هل العين دي هتشوف ولا مش هتشوف؟ مش هتشوف. خلاص؟ اذا we compare always the eye with the camera. لما تفتحوا حتى كتب الفوتوغرافي، الناس اللي هم الفوتوغرافرز اللي هم انترستد في الفوتوغرافي، الصوره دي فيري كومن، ناخدنا من كتاب بتاع فوتوغرافي. We have to know that we have three points of similarities ما بين الكاميرا وما بين الهيومن اي. ايه points of similarities دي؟ نمره واحد، عشان اشوف اي حاجه قدامي الحاجه دي لازم تبقى مضيئه، مش كده؟ يعني لازم يقع عليها حاجه اسمها light rays او photons، والphotons دي تبقى reflected على what we call lens system. اوكي واللنس سيستم دي in return تبتدي تعمل convergence to these light rays على what we call the image forming surface. اوكي الفروقات ما بين الهيومن اي والكاميرا ان احنا بنشيل حاجه ونحط حاجه، يعني اللنس سيستم اللي في الكاميرا بنشيله ونحط مكانه ايه؟ كورنيا اند كريستالاين لينز. بنشيل الايمج فورمنج سيرز اللي هي عباره عن الفيلم او الديجيتال بروسيس بتاع الديجيتال كامس دلوقتي، نحط مكانه ايه؟ دراتي. خلاص يا هشام كده اتس فاين، مش محتاجين نكبر عليك. خلاص؟ ايه الورقه اللي فيها ايه؟ لا دي ورقه عشان بس خلاص. طيب عشان الفيجوال كورتكس او عشان السنترال نيرفس سيستم يتعرف على اي حاجه بيتعرف عنها ثرو ايه؟ حاجه اسمها نيورو ترانسميترز. والنيورو ترانسميترز دول ما هم الا ايه؟ عباره عن ايه؟ برافو عليك، كيميكال سبستنسز، مظبوط؟ فاذا عشان اشوف لازم احول اللايت ريز اللي احنا بنقول عليها كلمه فوتون انرجي او فوتونز، احولهم لحاجه اسمها ايه؟ كيميكال سبستنس. خلاص؟ عشان اعمل القصه دي بعمل حاجه اسمها الفوتو كيميكال رياكشن. والغرض من الفوتو كيميكال رياكشن دي ان انا تو كريت وات اي كول ايه؟ ذا فيجوال امبلس. يا بس الحقيقه المشكله ان احنا لا عندنا بوردز تكتب عليها ولا عندنا ماركرز. كيميكال رياكشن الغرض منها تو كريت وات وي كول ايه؟ فيجوال امبلس.
الفيجوال امبلس دي كريتد ليه؟ عشان نحول اللايت انرجي انتو الكيميكال رياكشن. والكيميكال رياكشن دي في الاخر ما هي الا ايه؟ عباره عن الكتريك امبلس تبقى جنريتد باي ذا ريتنا. It propagates along what we call the retinal cortical pathway. عشان الايمج اللي اتكونت على الريتنا تبقى ايه؟ seen and interpreted by the visual cortex. حد فاهم اي حاجه؟ يبقى اذا انا بحول الفوتون انرجي انتو الكيميكال رياكشن، صح؟ عشان اطلع في الاخر حاجه اسمها الالكتريكال امبلس او الفيجوال امبلس. القصه دي بتعدي ثرو 3 مين ستيجز. الستيج الاولاني از ذا جنريشن اوف الامبلس. الستيج الثانيه از ذا كوندكشن او ذا بروبوجيشن اوف ذا امبلس. الستيج الثالثه از ذا انتربريتيشن اوف ذيس امبلس. اوكي؟ يبقى الجنريشن دي بتحصل فين؟ انتوا درستوا الريتنا قبل كده مظبوط؟ ودرستوا حاجه اسمها الهيستولوجي اوف ذا ريتنا، ودرستوا حاجه اسمها الثين لايرز اوف ذا ريتنا مظبوط؟ فاهمني؟ برافو عليك، في حاجه اسمها فوكسر كويس قوي، انتوا عارفين المعلومه دي. ما يهمنيش قوي الهيستولوجي، الثين لايرز اللي تقعدوا تحفظوهم دي لا قيمه لها بالنسبه لكم، كاندر فاليوز سينينجز ملهاش اي معنى. لازم تعرفوا الحاجات اللي انا هقولها لكم النهارده اللي هي الكرايتيريا اللي هتبنوا عليها كل حاجه ان شاء الله. الكوندكشن اوف ذيس امبلس، او انا اسف الجنريشن اوف ذيس امبلس، لا عايزين نقول تاني. عايز احمر طيب اوف ذا امبلس يا جماعه بتحصل على فيري امبورتنت سيل ليفل، حاجه اسمها الفوتو ريسبتورز. هنعرف حالا ان ال 10 layers of the retina ده يهمنا فيهم حاجه اسمها the three main elements of the retina، حاجه اسمها neurological element، حاجه اسمها vascular element، وحاجه اسمها glial element. هنعرف الكلام ده حالا. لو قلت لكم اهم تو سيلز في الريتنا كلها هتقولوا لي مين؟ جانجليون سيلز. ها؟ انت قربتي شويه، ها؟ وايه؟ برافو عليك، جانجليون سيلز. طب مين اهم من الجانجليون سيلز؟ اه اللي احنا بنتكلم عليهم اسمهم ايه؟ فوتو ريسبتورز. اذا التو مين سيلز اللي يهموني في الريتنا حاجه اسمها الفوتو ريسبتورز وحاجه اسمها الجانجليون سيلز. المايسترو هم الفوتو ريسبتورز، لان without this او without these cells which are responsible for day and night vision cones and rods خلاص مش هيبقى في اصلا حاجه اسمها جنريشن اوف فيجوال امبلس. والله غلطان. لو واحد مثلا مولود عنده حاجه اسمها كون ديستروفي، ايه الكون ديستروفي ده؟ اتولد من غير كونز. هل الولد ده هيشوف؟ ولا يبقى عنده كونجنتال بلايندنس؟ مظبوط؟ واحد جاله حاجه اسمها ريتينايتس بيجمنتوس، عباره عن ديجنريتيف بروسس ات هابنز او ات اوكيرز ات ذا ليفل اوف ذا ار بي اي فوتو ريسبتور كومبلكس. تبتدي بالبريفري في الراس، وبعد كده جرادولي تبتدي تنكروتش على بوستير بول وتاخد الكونز. ده بيحصل افكشن ان ويتش لاير اوف ذا ريتنا؟ ات ذا ليفل اوف ذا فوتو ريسبتورز، وبالتالي الراجل ده جرادولي يبتدي يلوز فيجن. مظبوط؟ يبقى أول step is the generation of the impulse. تحصل فين؟ At the level of the photoreceptors, rods and cones. حاجة بنسميها a photochemical reaction. Okay? Next. بصير ربنا يخليك. Next يبتدي يحصل لنا حاجة اسمها propagation أو conduction of what we call the retinal cortical pathway. وده هنعرفه حالا. إن الإمبلس دي تبتدي تمشي في سكك مختلفة لحد ما توصل فين؟ area number 17, 18 and 19 which we call the visual cortex. دي موجودة فين؟ في الأوكسيبيتال لوب. مظبوط ولا موجودة في الفرونتال لوب؟ في الأوكسيبيتال لوب. خلاص؟ Where the image is first seen and recognized, number two it is interpreted. خلاص؟ يبقى this is what we call visual recognition and interpretation. طيب لو قلنا histologically the retina is composed of 10 layers. طيب physiologically it is formed of 8. Of three main elements. The first element is the neuronal element. ايه neuronal element ده؟ اللي هو عباره عن ال two cells that contribute to كل حاجه. Starting from number one, generation of the visual inputs, اللي هم the photoreceptors, passing through step number two اللي هي ايه؟ The conduction of the stimulus, or propagation of the stimulus, which starts فين؟ ايه cell number ايه؟ بنسميها ايه؟ The ganglion cell. الجانجليون سيلز يا جماعه شايفين؟ مفيش هنا اي حاجه من هنا.
These are the ganglion cells. What else? And the axons of these ganglion cells. دي واحدة. ganglion, dental, giraffe. بيجتمع كلهم عشان يعملوا ايه؟ bundle. Which is the optic nerve. فإذا عندنا two main cells يهمون. واحدة for spark. عارفين العربية لما تقوم. spark الأولاني ده is the photoreceptors. to conduct, to generate. وتستلم الامبلس دي تعدي ثرو فيزز بقى اللي انت قلت عليهم باي بولر ومش باي بولر وبلكسي فورم لايرز والكلام الفاضي ده مالناش دعوه بيه عشان توصل للجانجليون سيلز. And it starts to propagate along the axons of the ganglion cell in what we call the retinocortical pathway اللي هنعرفه حالا. خلاص؟ يبقى these are the two neuronal elements of the retina. Next عندنا حاجه بنسميها الجلايل elements. ايه الجلايل elements دول؟ حاجات ماسكه التان لايرز مع بعضهم. حاجه بنسميها المولر سيلز. شايفين المنظر ده؟ شايفين السيل الكبير قوي دي؟ تبقى اللحظه دي شايفينها؟ اوكي؟ ماسكه من اول وات وي كول الاكسترنال ليمتنج ممبرين لحد الانترنال ليمتنج ممبرين. حد فيكم بيحب الاكل؟ كلنا بنحب الاكل. عارفين الكنابيه؟ الكنابيهات اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى صغنطوطه دي. يجيب مثلا حته عيشه يحط عليها حته مثلا جبنه. وفي واحد الكورد وفي واحد الزيتونه يروح ماسكهم بايه؟ بتوث بيك مش كده؟ هي نفس الفكره. المولر سيلز دول عاملين زي التوث بيكس يمسكوا اللايرز اوف ريتنا مع بعض مش هما التلات لايرز جنب بعض كده؟ يترصصوا جنب بعض جنب بعض to anchor these outer eight layers of the retina او انا اسف the inner layers of the retina. اوكي؟ نكست يبقى عندنا وقت يكون the astrocytes. ايه الاستروسايتس دول؟ اللي هما الفايبروسايتس اللي هم عباره عن cells in between the neuronal elements المختلفه. Just to hold them in place مش اكتر من كده. يعني this is actually the skeleton of the retina. يبقى الجلايل element اللي احنا بنتكلم عليها دي ما هي الا ايه؟ It gives the architecture or the skeleton of the normal retinal element. خلاص؟ Number three the vascular component. معلش هقفل ده خالص عشان ما يبقاش. ايه الفاسكولار كومبوننت؟ اكيد انتوا سمعتوا عليه حاجه اسمها سنترال ريتينال ارتري وحاجه اسمها سنترال ريتينال ايه؟ فين؟ السنترال ريتينال ارتري ده يا جماعه بيسبلاي ايه؟ ذا اوتر ليرز اوف ذا ريتينا ولا الانر ليرز اوف ذا ريتينا؟ الانر ليرز اوف ذا ريتينا كلام جميل. طب احنا بصينا على الصوره دي تخيلناها مع بعض خلاص؟ الفوتو ريسبتورز هيجي لهم بلاد سبلاي منين؟ الكرويد. والانر ليرز او الجانجليون سيلز هيجي لهم بلاد سبلاي منين؟ سنترال ريتينال ارتري. تخيلوا معايا واحد عنده vascular occlusive retinopathy. الترم ده كبير قوي على فكره محطوط تحتيه hypertensive retinopathy, diabetic retinopathy, artery occlusion, vein occlusion, كل ما له علاقه بالفاسكليتشر اوف ذا ريتنا. خلاص؟ لو جيت وعملت artery occlusion النهارده الارتي ده هيأفكت ايه؟ الفوتو ريسبتورز. يبقى اذا الجنريشن اوف ذا امبلس preserved او intact ولا فيها مشكله؟ it is intact. انما الجانجليون سيلز حصل فيهم ايه؟ infarction. وبالتالي there is no propagation of the impulse. مظبوط؟ يبقى اذا الناس اللي عندهم artery occlusion ما بيشوفوش ليه؟ عشان حصل what we call infarction of the ganglions. خلاص؟ والعكس صحيح. example لسه قايلينه cone dystrophy retinal photo receptor dystrophy بيصير ربنا يخليك. او retinitis pigmentosa خلاص؟ all these conditions او all these pathologies they affect a the photoreceptor layer. انما الجانجليون سيل is intact. هل العين بيشوف؟ ما بيشوفش. ليه؟ For the same reason. يبقى انا بلعب في كل لاير من اللايرز بتوعي. يا اما بقفل مره الفوتوريسبتورز يا اما بقفل مره ايه؟ الجانجليون سيلز. عن طريق ايه؟ يا اما عن طريق فاسكولار باثولوجي، يا اما عن طريق ديجنريتيف بروسس، يا اما عن طريق حاجه زي ريتينال ديتاشمنت والى اخره. حد منكم فاهم اي حاجه؟ اوكي؟ فاهمين ولا مالكم تنحوا كده؟ فاهم. لا الناس اللي ورا دول مش فاهم اي حاجه. يعني ايه؟ ده ماثماتكس 1 بلس 1 ايكوالز 2. نعم؟ احنا بنقول لو حصل في الصوره اللي قدامنا دي خلاص؟ لو احنا وي سويتش اوف ذا فوتو ريسبتورز مش هيبقى في جنريشن اوف امبلس وبالتالي العين مش هيشوف. لو وي سويتش اوف ذا جانجليون سيلز مش هيحصل بروبيجيشن اوف امبلس وبالتالي العين مش هيشوف.
لو احنا ريفلكتد الكلام ده على الحاجات اللي انتوا بتاخدوها، الناس اللي عندهم ارتري اوكلوجن وبرين اوكلوجن، حتى ايفن دايابيتيك ريتينوبولي، كل المشاكل دي بتافكت البلاد سبلاي. طب البلاد سبلاي هنا افكتنج ايه؟ افكتنج الجانجليون سيلز، مش كده؟ وبالتالي العيان ما بيشوفش نتيجه انفراكشن اوف الجانجليون. خلاص؟ طيب ده هيخلينا ننتقل على البوينت اللي بعد كده. حاجه بنسميها مش عارف مش هقدر اقولها ليه. حاجه بنسميها ذا فيجوال باث واي. ايه الفيجوال باث واي؟ يعني الايمج اللي انا بشوفها ان سبيس تو بي ريفلكتد اون ذا ريتنا اند تو بي ريفلكتد اون ذا فيجوال كورتكس. القصه دي بتمشي ازاي؟ في منتهى البساطه. لو احنا تخيلنا مع بعض العين اللي قدامنا ده، ذس از مثلا ذس از وان اي، اوكي؟ بنقسم الريتنا انتو نيزل بورشن اند تمبرال بورشن. اند ذي ميت ات what we call the optic nerve head. يعني the temporal fibers من ناحية والnasal fibers من ناحية they unite together and they form what we call the optic nerve. مش كده؟ طيب لو الايمج ادي العين دي، عندنا هنا what we call the nasal field وده what we call the temporal field. حد فاهم أي حاجة؟ ادي العين أي بصة قدامنا كده. This is the temporal field and this is the nasal field of the eye. يبقى وأنا واقف قدامكم تخيلوا معايا the right eye my nasal retina لان ناحيه مناخيري. The image will be projected temporally will be projected on the same side nasally. Will be projected temporally. ليه؟ عشان لازم تعدي through what we call the nodal point. هل ممكن نلاقي احنا حتى بنسميه light rays. يعني ايه ray؟ It's a straight line. هل الray ده ممكن يبقى ماشي زجزاج كده؟ مش هيبقى light ray، هيبقى حاجه ثانيه. تحصل بقى diffraction، حاجات ثانيه، قصص ثانيه خالص نقطه. اوكي؟ انما اللايت راي عشان يعدي from the nasal retina obligatory هيعدي through the nodal point and will be projected to what we call the temporal field، صح؟ and vice versa. لو الايمج جايه from the nasal field هتعدي through the nodal point عشان تبقى projected على which part of the retina؟ temporal retina. يبقى temporal retina will be projected nasally and the nasal retina will be projected ايه؟ temporally. حد فاهم اي حاجة ولا متلخبطين؟ اوكي؟ تبتدي الايمجز دي سواء جت هنا او هنا دي start to unite. يعني تيجي النيزل فايبرز and the temporal fibers and they unite in what you call the optic nerve. خلاص؟ This optic nerve بيمشي through حاجة بنسميها الانترا. هنبتدي بالانترا اوربيتال بارت like the intra canalicular part like the intracranial part. اول لما يخش inside the cranium يبتدي يحصل what we call splitting of the optic nerve. It splits into حاجة اسمها optic chiasm الحتة اللي في النص دي، خلاص؟ وحاجة اسمها optic tract. اوكي؟ يبقى الفايبرز يبتدوا يسيبوا بعض، جزء يمشي الناحية التانية وجزء يمشي في نفس الناحية أو في نفس الاتجاه. اللي بيحصل إن النيزل فايبرز of the same side they cross to the opposite side through the optic chiasm. اوكي؟ And the temporal fibers of the same side they pass on the same side of the optic tract. شايفين هنا لونين؟ في لون احمر ولون ايه؟ اخضر او ازرق، ما اعرفش لون ايه كويس. خلاص؟ يبقى النيزل فايبرز ماشيه through the optic nerve. It decussates along what we call the optic chiasm to pass on the optic tract on the opposite side. وتيجي temporal fibers of the same side تمشي on the optic nerve تمشي on the lateral part of the optic chiasm. They do not decussate on the opposite side. And they pass in the optic tract of the same side. يبقى ال optic tract ده هيبقى فيه ايه؟ The temporal fibers of the same side and the nasal fibers of the opposite side. صح؟ لا مش فاهم انت. فاهم. طيب ال optic chiasm هيبقى فيها ايه؟ يبقى فيها nasal fibers of both sides. مش كده؟ طيب لو انا جيت مقص ورحت قاصص هنا ال optic nerve ده العين ده هيحصل له ايه؟ مش هيشوف، يبقى عنده وقت يكون توتال لاينز. اوكي؟ طيب لو انا رجعت لورا شويه الصوره نمره 2 ورحت قاطع في الاوبتيك كازما، رحت قاسم الاوبتيك كازما دي نصين. Which fibers would be affected؟ The nasal fibers on either sides. هيبقى عندنا وقت يكون باي تمبرال، صح؟ دي مور اور ليس هاف ذا فيجوال فيلد، هي مش الهاف بالظبط.
خلاص يعني هم مش نص الملي يعني اقل شويه، تلاقي الصوره تمام مختلفه يعني، تلاقي النيزل والتمبر فيز مش قد بعض بالظبط، بس بنسميها تجاوزا هيميانوبيا. يعني ايه هيميانوبيا؟ يعني نص الفيجوال فيلد از افكتد. خلاص يبقى ذيس از وات وي كول باي تمبر، انا افكتد بوث نيزل ريتيني، يبقى ايفينشولي البوث تمبر فيلدز ويل بي افكتد. يبقى عندنا باي تمبر هومونوس هيميانوبيا. اوكي طيب لو رجعت بالدايسكشن لاين بتاع الورم، رحت عامل الباثولوجي بتاعي سواء كان تروما سواء كان فاسكولار انسيدنت، جه على الاوبتيك تراكت هياخد ايه؟ ويتش فايبرز ويل بي افكتد؟ سيم سايد او ذا اوبوزيت سايد. دي تعمل لنا ايه بقى؟ حاجه اسمها ايه؟ كونترا لاترال. شايف الصوره؟ يعني نيزل من ناحيه وتمبر من ناحيه، يبقى ذيس از وات وي كول كونترا لاترال هومونوس هيميانوبيا. اوكي؟ لو رجعنا لورا شويه اتفضلي. نعم هومونومس يعني ان هما بوث فيجوال فيلدز، هي الحقيقه مش هتبقى اكيوريت قوي، ان هما الاثنين مور اور ليس السايز بتاعهم قريب من بعض، هما مش قريب قوي يعني، وبالتالي بيسموها هومونومس، يعني هما نفس الكرايتيريا يعني نفس المنظر نفس الاوتلاين بتاعهم. اوكي الاثنين هما ايه؟ اللي هما الهامي انوبيك فيجوال لاس او الهامي انوبيك فيجوال فيلد لاس، فبنسميها كونترا لاترال، ممكن تسميها هامي انوبيك خلاص بالنسبه لك يعني، او ممكن نسميها كونترا لاترال هومونومس هامي انوبيك، ما تفرقش معانا قوي بالنسبه لكم. انا اللي يهمني ان انتوا تبقوا فاهمين الديستريبيوشن اوف ذا ريتنا نيرف فايبرز، ويهمني ان احنا لو عملنا دايسكشن اد اوبتيك كازما سواء ديتو مثلا البيتيوتري تيومر فور اكزامبل، يبقى عندنا باي تمبرال هامي انوبيك. لو رجعنا لورا على ليفل اوف اوبتيك تراك هيبقى عندنا كونترا لاترال هامي انوبيك. طب لو رجعنا ورا عند حاجه اسمها الفيجوال كورتكس، ما بين الاوبتيك تراك والفيجوال كورتكس الفايبرز بتعدي ثرو حاجه اسمها اوبتيك راديشن، يحصل سبانينج للفايبرز بتعدي ثرو ذا بارايتال اند التمبرال نيرف. ما يهمناش الليجن قوي هنا تعمل لكم ايه لان انا متلخبطه. فيهمني بالفيجوال كورتكس. هو ما فيش هنا اي حاجه شغاله؟ لا التكييف، التكييف ده بيشتغل منين؟ خلاص؟ طب هل يا جماعه تفتكروا هيبقى في اي اختلاف ما بين الفيجوال كورتكس والاوبتيك تراك؟ ولا مور ولا ذا سيم؟ يعني مش الديستريبيوشن اوف ذا فايبرز ذا سيم؟ يعني التمبرال اوف ذا سيم سايد والنيزل اوف ذا اوبزيت سايد؟ مش كده؟ هتبقى كونترا لاترال هومونوس هيميانوبيا. شايفين الفرق في الصوره اللي تحت عن الصوره اللي في النص؟ ايه الفرق اللي موجود؟ الماكلا. هل الماكلا هنا از بريزيرف ولا از سبليتد نصين؟ شايفين هنا؟ هنا في سبليتنج اوف ذا ماكلا. انما هنا في ايه؟ سبيرنج اوف ذا ماكلا. فبنسميها كونترا لاترال هومونوس هيميانوبيا وذ ماكلر سبيرنج. طب ليه بيحصل ماكلر سبيرنج في الفيجوال كورتكس؟ برافو عليك. كل البوينتس بريزنتد كل واحده على الاوبوزيت سايد او اون ذا سيم سايد اكسبت ذا ماكلا. It has a bilateral visual representation. يعني the whole macula is represented in the right cortex and the whole macula is represented in the left cortex. طب امتى يحصل ما يحصلش ماكلو سبيرنج؟ هل ده وارد؟ برافو عليك. ده يحصل امتى؟ يوتيوب مكتوب فيري رير، لان الارتيريا سبلاي هنعرف حالا ان الماكلو ريبريزنتيشن هاز ا ديوال بلاد سبلاي. هاز ا ديوال بلاد سبلاي، البلاد سبلاي اوف ذا ماكلا جاي من حتتين مش من حته واحده. فإت از فيري رير ان تو ارتريز يبقوا involved at the same time. امتى يحصل كده؟ في حالات التروما، واحد حصل له occipital head trauma خلاص؟ اللي هي بنسميها cortical blindness. نعم؟ لا خالص، انا بتكلم بقى هنا ال arterial supply of the brain حاجه اسمها superior cerebellar artery، يعني قصه ثانيه خالص مفيش دعوه بيها. اوكي؟ اذا it has a dual blood supply for that. اللي هو يعني التروما عشان التروما both cortices will be affected in this condition. هل العيان ده لو حصل له occipital bilateral visual cortex affection يعني occipital تروما عنيفه جدا، هل العيان ده هيبقى عنده contralateral homonymous semi anopia with macular sparing ولا هيبقى عنده حاجه ثانيه؟ برافو عليك. بنسميها ايه؟ cortical blindness. يعني تلاقي كل حاجه normal، تلاقي الريتنا is normal، the optic disc is normal، everything is normal.
انما العين مش شايف، مش شايف ليه؟ لان حصل له حاجه اسمها كورتيكال بلايندنس دي تو افكشن اوف ذا فيجوال كورتكس. اوكي؟ اذا الفيجوال ريبريزنتيشن اوف ذا ماكيلا، لان الماكيلا از ذا سنتر اوف ذا سنتر اوف ذا فيجن، هي اهم حاجه في الريتنا. يعني الناس اللي عندهم جلوكوما مش بيجوا لكم حاجه اسمها تيوبولر فيد؟ مش انتوا عديتوا على الحته دي في يوم من الايام؟ طب التيوبولر فيد ده العين بيبقى شايف 6 6 ولا ممكن يبقى شايف اقل من كده؟ يوجولي 6 6 صح؟ إذا this is the most important part. سبحان الله ربنا عمل كل ده عشان يحافظ تملي على المكان. تلاقي معظم الباثولوجيز معظمها ما تقولش كلها it affects the periphery لحد ما توصل للمكان. فبالتالي لما جه ربنا سبحانه وتعالى يعمل this representation in the visual cortex حط لها special criteria عشان يحافظ عليها على قد ما يقدر. ايه special criteria دي؟ it has a dual blood supply, it has a bilateral representation, and finally it has a very large area of representation. يعني الـ area of representation in the visual cortex of the macula قد كده خلاص بقيت ثلاثة من كلها قد كده. اوكي؟ فكل دي حاجات بتساعد على الـ preservation of the sample. اتفضل. ليه ما حصلش الـ optic disc انقطع مش هيقعد تيجي هنا خلاص ده total bisection of the optic nerve. مفيش retinal cortical pathway قطعت الكابل من اول وانت مقص واصل فيه. انا قص بعد الجهاز. بعد الجهاز. يعني ايه بعد الكاس؟ بعد الكاس لما اتقطع بعد الكاس. اوبتيك تراك يعني؟ اوبتيك تراك. مش هسأل ايه؟ ليه ما حصلش؟ لان الماكلا از بريزنتد اون بوث سايدز. ذا هول ماكلا مش جزء من الماكلا. لما بنقول نيزل فايبرز انتر الفايبر انا ما جبتش سيرت الماكلا خالص. اوكي؟ الماكلا اتسلف اتسلف هي سبيشال فايبرز معديين على الناحيتين. اون ايذر سايد زي ما هي كده. اوكي؟ يعني ماكلة في منها fibers the same side؟ نعم. ماكلة في منها fibers the thickest side, fibers in the same side؟ The whole macular fibers, it is too complicated. خلاص؟ The whole macular, يعني anatomy of the macula, or macular representation, or pathway of the macular fibers itself, ملوش علاقة بين اللي بنقول ده. It is totally different. خلاص؟ More or less, the whole macula, it is represented both ways, in the right visual cortex and in the left visual cortex. طيب next هنتكلم على what we call the optic nerve. خلاص؟ The optic nerve, this is what we call the collection of the axons of the ganglion cells. But this is what we call the ganglion cell axons. They start to fuse together to form what we call the optic nerve. It starts seeing the data to the thing at the level of the lamina cribrosa. A lamina cribrosa موجودة فين؟ Side of exit of the optic nerve. عبارة عن sieve-like structure surrounded by what we call the steel ring. خلاص؟ It starts at axons, their journey from the lamina cribrosa لحد until the end in what we call the optic cavern. يبقى الحتة دي السكتر ده what we call the optic nerve. طيب it is divided into a حاجة اسمها ال intraocular part اللي هي حتة صغيرة خالص اللي هي inside the sphere itself. نمرة اتنين the intraorbital part. نمرة ثلاثة the intracanalicular part which is the canaliculus which is the site of exit from the orbit to the brain. And finally we have the intracranial part. Okay? لما نبص كده على الأرقام اللي احنا كاتبينها 0.6 26 and 10 مليمترز مين أطول حتة فيهم؟ intraorbital part وده expected ليه؟ عشان الموتيليتي اوف الجلوب يعني عينه بتتحرك يمين وشمال وفوق صح؟ وبالتالي لازم يبقى فيه نوع من الفلكسبيليتي في الأوبتيك نيرف. أوكي؟ يبقى فيه space عشان يتحرك فيه. طيب what about the diseases of the optic nerve؟ هنتكلم النهارده على four main disease entities or pathologies. أول حاجة هتقابلنا حاجة اسمها تاكيليديما. تاني حاجة هتقابلنا حاجة اسمها optic neuritis. تالت حاجة حاجة اسمها anterior ischemic optic neuropathy. حاجة اسمها optic atrophy. هل أنتوا عديتوا على أي حاجة من الحاجات دي along your course؟ optic atrophy. برافو عليك، optic atrophy. خدتوه in the form of a glaucomatous optic atrophy. برافو عليك. هنبتدي اول ديزيز انتيتي النهارده which is تاكيليديما.
Rapalidema, you know, by definition, is a non-inflammatory optic nerve swelling secondary to an elevated intracranial tension. هل فهم أي حاجة؟ أنتوا سمعتوا عن حاجة اسمها disc edema قبل كده؟ disc edema, optic disc head edema. Okay? الديسك ديما ده لو كان يونيلاترال ما اقدرش اقول عليه كابيلاديما. يبقى اذا كابيلاديما استريكتلي بايلاترال نون انفلاماتوري ديسك ديما سكندري تو ان اليفيتد انتركرانيال تنشن. طيب تخيلوا معايا ايه اللي بيحصل. اولا هو الاوبتيك نيرف ده عباره عن ايه يا جماعه؟ مش عباره عن بارت اوف ذا سنترال نيرفس سيستم. اذا ات ديسكفرد باي بايا ماتر الاركويد ماتر مش كده؟ يعني في سي اس اف سراوندنج ذا اوبتيك نيرف. طب لما يحصل elevation in intracranial pressure يبتدي يحصل ايه؟ يبتدي يحصل increased pressure زي ما بيحصل inside the cranium يحصل around the optic nerve. طيب هو الاوبتيك ديسك ده عباره عن ايه؟ مش عباره عن axons of the ganglion cells. النيورو ترانسميترز اللي بتمشي جوه الاكسونز دي ليها flow بنسميه exoplasmic flow مش عباره عن axons خلاص؟ الفلو ده بنسميه ايه؟ exoplasmic flow. بيمشي starts from the ganglion cells عشان يوصل what we call the lateral geniculate body. خلاص الفلو ده لما اجي اعلي قوي الانتركرانيال بريشر وبالتالي هعلي البريشر حوالين الاوبتيك ديسك يبتدي يحصل ايه؟ هل الفلو ده هيزيد ولا الفلو ده هيبتدي يقل؟ هيبتدي يقل. فيبتدي يحصل ايه؟ البروبوجيشن اوف ذا اكسوبلازم فلو ايه؟ في الماتيريال اللي هي النيورو ترانسميترز او الكيميكال سبستنسز اللي احنا قلنا عليها دي يبتدي يحصل لها اكيوميليشن within the axons مش كده؟ كده هو لا من فوق لتحت 360 degrees لان هو الاوبتيك ديسك is surrounded by pia and arachnoid. الفلويد السي اس اف فلويد اللي جواه البريشر فيه بيزيد فيبتدي يعمل كومبريشن. احنا حتى بنسميه تشوكينج اوف ذا اوبتيك ديسك يعني اكني خنقته اكني مسكته من رقبته ورحت خانقته. اوكي البريشر العنيف قوي ده يبتدي يعمل ايه؟ يقلل البروباجيشن اوف ذا اكسوبلازميك فلو. فالماتيريالز اللي جوه الاكسنز تبتدي ايه؟ يحصل لها اكيوميليشن. طب الويت او الدايمتر بتاع كل اكسن يبتدي يحصل له ايه؟ يزيد ولا يقل؟ زي ايه؟ مش الماتيريالز عماله تاكيوميليت اكيوميليت اكيوميليت؟ بس في حاجه ماسك عليه. نعم؟ مش في حاجه ضغطه من بره؟ حاجه ضغطه من بره وفلو ماشي بالمنظر ده عارفه بالظبط زي ايه؟ زي الفينوس كونجستشن. جيت لواحد رحت ماسك دراعه جامد قوي يحصل ايه؟ يحصل له انجورجمنت. الفينس هاف دايليت نفس الفكره. الفلو هيقل نتيجه ايه؟ القفله اللي انت عاملاها الانكريس بريشر. فيبتدي الماتيريالز اللي جوه تبتدي اكيوميليت قبل البوينت اوف بريشر دي اللي هي انسايد ذا اوبتيك نيرف بروبر. خلاص؟ فلما يبتدي يحصل سويلنج للاكسنز دي يبتدي يحصل ايه؟ البريشر انسايد ذا اوبتيك نيرف نفسه يحصل له ايه؟ هيزيد ولا هيقل؟ هيبتدي يزيد. طب ايه اللي ماشي انسايد ذا اوبتيك نيرف؟ سنتر ارك مين فيهم هيبقى افكتد اكتر؟ الفين مش كده؟ ليه؟ ده في ميديا وده ما فيهوش تقريبا، ده في الاستيك فايبرز ده ما فيهوش تقريبا، وبالتالي it is easily collapsible مش كده؟ يبتدي يحصل a sort of venous engorgement. ال venous engorgement ده شبيه شويه بال vein occlusion اللي انتوا سمعتوه قبل كده، نفس الفكره. صح؟ فيبتدي يحصل what we call transudation. مش انتوا سمعتوا قبل كده في الباثولوجي عن حاجه اسمها transudation وحاجه اسمها exudation؟ لما اجي على blood vessel بروح قافل. خلاص؟ يبتدي يحصل ايه؟ engorgement او dilatation. طب الانترسيلولار سبيسز هيبتدي يحصل فيها ايه؟ وايدنج مش كده؟ الحاجات اللي مش المفروض تعدي هتبتدي تعدي، يبتدي يحصل وات وي كول ترانسيوديشن اوف فلو. فالفلو ده هيبتدي يتجمع فين؟ هيتجمع في البرين ولا هيتجمع في الاوبتيك نيرف؟ في الاوبتيك نيرف. فين في الاوبتيك نيرف؟ اوبتيك نيرف هيد. فيبتدي يحصل اكيوميليشن اوف فلويد وذين ذا اوبتيك نيرف هيد. This is what we call a disc edema. حد فاهم اي حاجه؟ هي بابيلوديما is a bilateral disc edema secondary to an elevated intracranial tension مظبوط؟ طيب قلنا ال elevated intracranial tension دي تعمل ايه؟ هتزود ال pressure inside the CSF around the optic nerve. اوكي؟ لما ال pressure ده يزيد يبتدي يحصل compression على ال axons مظبوط؟ يبقى الاكسوبلازميك فلو هيزيد ولا هيقل؟ هيبتدي يقل. فالنيورو ترانسميترز اللي جوه الاكسنز هتبتدي يحصل لها اكيوميليشن. فيبتدي يحصل سويلنجز لكل اكسن، كل اكسن من دول يسويل يسويل يسويل.
السويرنج هو حوالي على فكره من مليون، من 800,000 لمليون و200,000 تقريبا فايبر في حته صغيره. فتخيلوا كل اجزاء من دول السويرنج السويرنج السويرنج، فالبريشر انسايد ذا اوبتيك نيرف نفسه يبتدي يحصل له ايه؟ يزيد. فيبتدي يعمل كومبريشن على الفاسلز الارتري والفين. مين فيهم هيبقى افكتد اكتر؟ الفين. لما الفين يحصل عليه بريشر جامد يبتدي يحصل له انجورجمنت. خلاص؟ يعني ايه انجورجمنت؟ يعني دايليتيشن. الدايليتيشن ده يبتدي يعمل لنا حاجه ايه اسمها ترانسوديشن، نتيجه ايه؟ وايدنينج او انكريز ان سبيسز بتوين ذا سيلز اللي هي الانترسيلولار سبيس. يبتدي يحصل تيشو ترانسوديشن. الترانسوديشن ده هيروح فين؟ It starts to accumulate within the optic nerve. فيعمل لنا حاجه اسمها ديسك ايديما. خلاص؟ هنشوف الصوره بتاعتها. The whole optic disc disease. انت اللي بتشوفيه ايه؟ الاوبتيك نيرف هيد اللي انت بتتحصل عليه ده. انت شفته قبل كده صور الفانس، هتشوف حالا صورة الفانس. المنظر اللي انت بتشوفيه اللي هو المنظر ده. This is the fundus picture اللي انت بتشوفيه، حاجة اسمها optic disc وvessels ومكلا وريتنا، مش كده؟ اللي انت بيبان لك من الاوبتيك نيرف هو ده. بنسميه الاوبتيك نيرف هيد أو البابيلا. ده الاسم التاني بتاعه، الاسم اللاتيني بتاعه. يبقى الاوبتيك نيرف هيد ده اللي انت بتشوفيه، انما ذا هول اوبتيك ديسك از ايديمس. فهمت قصدي ايه؟ يبقى ذا هول باثولوجي از افكتنج ذا هول اوبتيك نيرف، انما الحته اللي بتبان لك اكتر از ذا اوبتيك نيرف هيد. هو بس ازاي عشان هو كله ذات؟ نعم؟ الاوبتيك نيرف نفسه ذات الحجم كله، فذات السايز بتاعه هو؟ يس، يعني انت جيت النهارده رحت ادي الاوبتيك نيرف اهو، خلاص؟ اهو انا ادي رحت المنظر ده وده الاوبتيك نيرف هيد، رحت جاي من هنا ورحت قافل كده، خلاص؟ هيحصل ايه؟ هيبتدي يحصل فينس انجورجمنت. الفينس انجورجمنت دي هتعمل ترانسوديشن فين؟ مش تحت ايدي، الحته اللي قدام دي. خلاص؟ هتبان لك انت فين؟ الحته اللي انت شايفاها اللي هي ايه؟ الاوبتيك نيرف هيد او البابيلا. واضح ان محدش فاهم اي حاجه. لا انت مش فاهم اي حاجه خالص. لا لا هو مش فاهم، هو يزيد البشر كله بيطلع لقدام، ما بيفكر ان هو بيزيد الحجم، يعني الاوبتيك نيرف نفسه الدايمتر بتاعه بيزيد. ما هو الدايمتر بتاعه لما انت تيجي تزودي البريشر هنا اهو لسه حضرتك ايه؟ نورهان. لما انت تزودي البريشر along the optic nerve خلاص؟ حاجه طايره في الهواء كده اللي هي بتسميه الانترا اوربيتال بورشن بتاع الاوبتيك نيرف خلاص؟ جنرالي كله بيزيد. هنيجي في الحته اللي هي الانترا بنسميها الانترا مش اوربيتال الانترا اوكيلر بارت اللي هي ماشيه انسايد لاملك نيفروز خلاص؟ الحته دي ديستشوكت خلاص يعني اتخنقت. فيبتدي الترانسوديشن ده هيروح فين؟ هل هيخش ثرو ذا سكيلر؟ هيطلع فين؟ الحته اللي فاضيه قدامه اللي هي فين؟ الفيتريس كافيتي اللي قدام. فهيبتدي ثرو دي اكيوميليت في الحته اللي قدام، فهيبان لك في الحته اللي قدام از ديسك سوالينج. موضوع بسيط خالص. الديسك سوالينج ده عباره عن ترانسوديشن اوف فلويد، شكرا لك. الفلويد ده هيأكيوميليت فين؟ انسايد ذا اوبتيك نيرف هيد والجزء الاولاني من الاوبتيك نيرف، اللي هي مالناش دعوه بيه لان انت مش طيور. خلاص؟ فلما تيجي تبصي على العيان ده هتشوفي ساينس معينه، بس قبل ما نعرف الساينس دي عايزين نعرف طب وات از الايتيولوجي؟ اي عيان؟ والحته بقى اللي السيريبرو سباينال فلويد. This is the intra orbital and intra canal. كل الحته دي البريشر عليها زايد. اللي فضل لك ايه؟ الانترا اوكيولار بارت اللي هو ماشي فين؟ ثرو ذا لامينا كيبروز. كل ده بيحصل في حته صغنطوطه خالص عشان تبقى عارفه بالملي يعني، كل ده هيحصل فين؟ يوجري يعني الموضوع ريلاتيف، يعني مش تلاقي تجيب السكينه وتقسميها 1 2 3. البريشر بيجي من ورا لقدام، خلاص؟ البروبيجيشن بيقل من ورا. فاكتر حته هيبقى فيها اكوميليشن الحته اللي قدام اللي هي يعني حته اللي هي الانترا اوكيولار بارت اوف ذا اوبتيك نيرف. اوكي؟ مش فاهم. لا خلاص؟ يبقى وات از بابيلاديما؟ وات از ذا ديفينيشن اوف بابيلاديما؟ نعم ايوه is it inflammatory ولا non inflammatory process non inflammatory process ها bilateral ولا unilateral bilateral secondary to a elevated intracranial هما ثلاث كلمات لهم شراكه يبقى it's non inflammatory swelling of the optic nerve usually it is bilateral and it is secondary to an elevation in the intracranial pressure خلاص عرفنا ايه علاقه الانتركرينيال بريشر بالاوبتيك نيرف هما الاثنين حاجة واحدة لأن السنترال نيرفس سيستم والأوبتيك نيرف هما حاجة واحدة. هو الاسم كوز هو increase in electrical tension؟ يس. يس. لو الكوز از increase in the intra orbital pressure هقول عليه ايه؟ برافو عليك ديسك ايديما. لأن usually this is a unilateral process واحد عنده مثلا orbital tumor. واحد اتخبط مثلا جاله orbital hematoma. It will press نفس السيناريو.
هتبرس على الاوبتيك نيرف هتزود الفينوس كونجشن تعمل ترانسليشن وتعمل ديسكيدي نفس البروسيس بس هتبقى يونيلاترال بروسيس عشان كده سجل تو الليفيشن الانتركرانيال بريشر ات شود بي اي باي لاترال اي باي لاترال بروسيس اوكي. الحالات اللي عندها البلدينا اول لما نشوفها بنقول ان العيان ده عنده نيوبلازم انتل بروفد اذروايز. ليه؟ لان مور ذان 70 تو 80% اوف ذيس بيشنتس ار اسوشيتد وذ انتركرانيال تيومرز اوكي. عندنا انتيتي مهمه قوي حاجه اسمها فوستر كانيدي سيندروم. ايه الفوستر كانيدي؟ هو ده الراجل اللي اخترع هذا او يعني خد باله من هذا المرض. تخيلوا يا جماعه معايا واحد عنده تيومر في الفرونتال لوب. الفرونتال لوب دي الحقيقه از فيري كلوز تو ذا اوبتيك نيرف. يعني الانترا كرينيال بارت اوف ذا اوبتيك نيرف بتبقى تحت الفرونتال لوب. الفرونتال لوب تلاين عليها. تخيل واحد عنده تيومر اند فرونتال لوب هيحصل له ايه؟ مش ده بيزود الانترا كرينيال تنشن؟ يعني هعمل بايلاترال بيبلتين بس ات ذا سيم تايم هيعمل بريشر اوف ذا اوبتيك نيرف اون ذا سيم سايد. يعمل لنا حاجه اسمها اوبتيك ايه؟ برافو عليك. This is what type of optic atrophy. هنعرف حالة حاجة اسمها primary optic atrophy, حاجة اسمها secondary optic atrophy, حاجة اسمها glaucomatous optic atrophy, حاجة اسمها consecutive optic atrophy. Okay? This will be a primary optic atrophy. ليه primary optic atrophy؟ لأن due to affection of the axons of the ganglion cells. من أول لما بيطلعوا حبة بيخلصوا فين؟ في lateral geniculate button. أي lesion يا جماعة affecting the optic nerve في الحتة دي بنسميه what we call primary optic atrophy. Okay? يبقى لو ليجن افكتنج ذا اوبتيك نيرف سواء في الانتر اوربيتال بارت الانتر كانيليتر بارت الانتر كانيليتر بارت لحد الجيرني بتاعته لحد اللاترال جينيكليت بادي لان ذيس از ذا اريا اوف ذا فيرست سينابس. يعني شوفوا الاكسون اللي بيطلع من الجانجليون سيل يفضل ماشي اوبتيك نيرف اوبتيك كازما اوبتيك تراك لحد اللاترال جينيكليت بادي. اي ليجن في الحته دي بتعمل لنا وات وي كول برايمري اوبتيك اتروفي. تفرق في ايه؟ لو ليجن ده قريب قوي من العين الاوبتيك اتروفي هيبقى سريع انما لو فيجن ده بعيد قوي عند اللاترال جينيكليت بادي تيكس مور تايم. ليه؟ لان بيحصل حاجه اسمها ريتروجريد ديجنريشن. ما يهمناش هذا الكلام. يهمنا ان الفرونتال لوب تيومرز بيليفيت ذا انتر كرينيال بريشر وبالتالي بيعملوا بايلاترال تريبلدين. بس اون ذا سيم سايد دي دو برايمري اوبتيك اتروفي اوف ذا سيم سايد اوبتيك نيرف. فيبقى البيكتشر النهائيه ان عندنا ابسي لاترال برايمري اوبتيك اتروفي اند كونترا لاترال ايه؟ برافو عليك. ايه دينا اوبرتونيتي؟ يبقى اي انترا كرينيال تيومر هتزود الانترا كرينيال بريشر هتعمل لنا بايلاترال ديسك دينا اوبرتونيتي. انما الفرونتال لوب تيومرز تحديدا رايت سايد او ليفت سايد هتعمل لنا ابسي لاترال اوبتيك اتروفي اسوشيتد وذ كونترا لاترال ايه؟ ديسك دينا اور بابيلتي. اوكي؟ في اسباب اخرى انفلاماتري فاسكولار وحاجه اسمها سودو تيومر سيريبراي او بناين انكريز انترا كرينيال بريشر. ده اتس ديزيز انتيتي بيحصل عاده في الميدل ايج فيميلز مع chronic use of contraceptive pills sometimes associated with hypervitaminosis A بيبقى عبارة عن elevated intracranial pressure ومعهاش dilatation في pregnancy في الventricles وده اللي يعني خلينا نبعد احتمالات الهيدروكافلس ودول بيبقوا associated with papilledema. يعني تلاقي واحدة ست صغيرة في السن 20 30 جاية presenting with papilledema تفحصها everything is normal فيشخصوها بتوع neurosurgery عن طريق tapping of CSF يعني تابنج يلاقوا السي اس اف بريشر از هاي بيدوها حاجات بقى هايدروسكوبر زي السيلوماكس وحاجات خلاص. يبقى اهم سبب في الاليفيتد انترا كرينيال بريشر از انترا كرينيال تيومر كونستيتيوتنج حوالي 70% من حالات الكوبيديتي. اوكي نكست عندنا اذر كوزز حاجات انفلاماتوري زي الانجيتس والبرين ابسس فاسكولار زي السابراكويد هامرج فور اكزامبل اند فاينلي حاجه زي السودو تيومر سيريبراي او البناين انكريز انتركرينيال بريشر. دي حاجه غير معلومه السبب يعني الناس اللي عندهم هم اتس فايند راذر ذان حاجه هم فاهمينها ولو الناس اللي هم في هذا الايج جروب اسوشيتد وذ هايبر فيتامينوزس اي او اسوشيتد وذ كرونيك يوز اوف كونتراسبتيف بيلز يعني تقدري تقولي من ضمن الكومبليكيشنز اوف كونتراسبتيف بيلز في الميدل ايج فيميلز ده ممكن تعلي سي اس اف بريشر وان ريتيرن ده ممكن ياثر على الاوبتيك ان هو يعمل ايه بالبلدي فاهم قصدي انها ملهاش اني اكسبلانيشن. اوكي طيب وات اباوت كلينيكال بيكتشر اوف بابيلوديما؟ هل البابيلوديما ده يا جماعه از ان اكيوت بروسس ولا كرونيك بروسس؟ يعني بيبتدي يحصل جرادوال اليفيشن في سي اس اف بريشر بيبتدي يعمل جرادوال كومبريشن على الاكسنز بيبتدي ياثر على الاكسن بلازمات فلو بيبتدي يحصل سوالينج في الاكسنز يحصل فينوس كونجستيون يحصل ترانسليشن
الموضوع بياخد وقت مش كده؟ إذن this is a gradual process. ففي الـ early presentation sometimes these patients are asymptomatic ما بيشتكوش من حاجة خالص. Okay؟ أو sometimes you present بحاجة غريبة أو حاجة اسمها amaurosis fusion. حد سمع عنها قبل كده؟ لا دي حاجة تانية. ده عم؟ إيه بيحصل سالم نايمس. برافو عليكي. حد سمع عن حاجة اسمها transient ischemic attacks؟ انتوا خدتوا مش دلوقتي بتاخدوا بطنه وراحه وحاجات زي كده؟ لا ما بتاخدوش؟ لسه اول حاجه كلينيك اللي ناخدها فعلا. ترانزيت اسكيميك اتاكس يا جماعه يعني ات ليفل اوف ذا سنترال نيرفس سيستم موتور او سنسوري ارياز يبتدي يحصل سادن اتاكس اوف يا اما موتور او سنسوري لوس سواء بارشل او توتال. يعني راجل يبقى قاعد يا مره مره واحده عنده باراستيزيس وتروح وتختفي او ويكنس وتختفي او باراليسيس ويختفي. القصة دي تروح وتيجي كذا مرة بنسميها transient ischemic attacks. يعني the blood vessel اللي supplying this area of the cerebral cortex مرة واحدة يروح قاطع كأنك بتشيل الكوبس مرة واحدة وتروح مرجعه مرة تانية. وقالوا إن ده ممكن يبقى microemboli، قالوا ممكن يبقى a sort of vasospasm يعني blood vessels بتقفل وتفتح تاني فتدخل العيان in these phases. نفس القصة بتحصل في حالات البابيلوديما. قال لك مع الكرونيك فينوس كونجستيون اللي بيحصل inside the optic nerve العينين ساعات بيبريزنت بحاجه اسمها amaurosis fusions او transient attacks of loss of vision. الاتاكس دي تقعد from few seconds to few moments or few minutes and as وممكن تبقى repeated من مره لاكثر من مره per day. قالوا ممكن تبقى due to vasospasm يعني الارتري يقفل ويفتح تاني او ممكن due to showers of microemboli. الامبولايز هو المفروض يخش ويروح معدي السيركيليشن وبالتالي العيان يخش in these phases. يقول لك انا بقى قاعد مره واحده الاقي كل حاجه اختفت من قدامي مرة واحدة رجعت مرة ثانية. اوكي؟ فإذا في الـ early presentation sometimes or usually it is asymptomatic. Sometimes these patients may present with what we call amaurosis fugics or sudden attacks of loss of vision. And always associated with symptoms of elevated intracranial tension. اللي هما إيه؟ headache ونوزيا وvomiting وكلام اللي بتعرفه. خلاص؟ هي مايكرو بلاي وباص بتحصل بسبب الـ بسبب اللونج تيرم فينوس كونجستيون. انت لما تيجي عيان الناس اللي عندهم مثلا فور اكزامبل مشاكل في قلبهم خلاص واحد عنده مايتريال ريجرج فور اكزامبل المايتريال ريجرج ده بيبتدي يحصل ستاجنيشن يعني سورت اوف كونجستيون في الفنتريكلز. لما يحصل ستاجنيشن في البلد في اي مكان في جسم الانسان ده بيعرضه أيوة اكثر عرضه ان يحصل له حاجه اسمها ثرومبس فورميشن. والثرومبس ده مع السيركيليشن مع الكرنتس اوف السيركيليشن يبتدي يحصل له ايه؟ شاورنج يعني يبعت شاور هنا يبعت شاور وهكذا. نفس السيناريو بيحصل في الاوبتيك نيرف في حالات اللونج تيرم فينوس كونجستيون. نفس السيناريو بيحصل ستاجنيشن. ستاجنيشن ده يعرضك ان انت يحصل لك مايكرو انبولاي. These are theories. برضه نفس السيناريو بتاع البناين انكريز انتركرينيال بريشر the exact causes unknown. دي كلها حاجات theories اقترحوها قال لك ممكن تبقى نتيجه فازوسباسم او ممكن تبقى due to showers of مايكرو انبولاي. طيب what about the late presentation؟ العيان ده سبناه ما علمناهوش، العيان ده كان نجلي بنت، العيان ده كان جاهل، العيان ده كان قاعد في حته بعيده بحيث ان الاعراض دي جات له مره واثنين وثلاثه واربعه he didn't care ما راحش الدكاتره. هيبتدي يحصل ايه في الاوبتيك نيرف ايفينشولي؟ حاجه بنسميها بوست بابيلوديميك اوبتيك اتروفي. ده اللي انت بقى قلتي عليه بالغلط سكندري اوبتيك اتروفي. اوكي؟ يبقى الفرق بين البرايمري والسكندري ايه؟ ان البرايمري اوبتيك اتروفي بيبقى due to affection of the axons of the ganglion cells. خلاص starting from the retina itself يعني اللي بنسميها الجانجليون سيلز نفسها passing through the whole retinal cortical pathway لحد ما نوصل للاترال جينيكولي بود. طيب لو جيت في عين عنده بابيلوديما و I neglected this بابيلوديما I didn't treat this eye eventually this optic disc هيبتدي يخش في وقت يكون post بابيلوديميك و secondary optic atrophy. طب العين عنده optic atrophy ده هيشوف حاجه خالص ولا مش هيشوف حاجه خالص؟ يبتدي يحصل له حاجه اسمها gradual painless diminution of vision down to no pair. اوكي؟ يبقى ال propagation of symptoms تبتدي من asymptomatic خالص ولو this patient is neglected total loss of vision second to post epidemic optic. second to an optic nerve disease. second to حاجتين disease entities حاجه اسمها papilledema وحاجه هنعرفها حالا اسمها optic pruritus. This is what we call بالظبط كده يعني disease in يا اما papillitis او papilledema namely خلاص ده بنسميه secondary او post neuritic او post papillodemic optic atrophy. هنعرف الكلام ده مع الابابيلايتس.
يا اما برايمري ان هو واخد كل الباثوي من اول الجانجلين سيل لحد الهيتروجينيك ليبر. عاده بيبقى نيوبلاست يعني تيومر عامله كومبريشن او فاسكولار انساب اراكويد هيمرج او حته عامله يعني بيبقى ليه علاقه عاده بفاسكولار اكس. دكتور يعني الباثولوجيا مش ممكن تعمل برايمري اوبتيك اتروفي، مش ممكن تخلي كله خالص ده. ما هو انت لو فكرت فيها ما كلهم هيبقوا برايمري اوبتيك اتروفي. لو انت فكرت فيها فعلا البابيلديما والبابيلايتس والاستيميك اوبتيك نيوروباثي هنعرفه النهارده، كل دول دي افكت ايه؟ دي افكت ذا اكسنز اوف ذا اوبتيك نيرف مش كده؟ انما اللي اتوصف از برايمري اوبتيك اتروفي ان هو يبقى نيوبلازم عامل كومبريشن لاني بارت اوف ذا فيجوال باثوي ستارتنج فروم ذا اكسن، بدايه الاكسن من الجانجلين سيل لحد ما يوصل للاتروجينيك ليبر سواء كان تيومر او فاسكولار انسولين. انما سكندري تو ان اوبتيك نيرف ديزيز زي نيورايتس او بابيلايتس ده بنسميه سكندري او بوست نيوريتيك او بوست بابيلديميك اوبتيك اتروفي. اوكي انما كباثولوجي يا جماعه كلهم يتساووا في الاخر. ليه كلهم يتساووا؟ لان هي عباره عن اكسنز بيحصل فيها دي جنريشن ويخش في اوبتيك اتروفي. طب هو يعني هي تقسيمه لو حاجه اصلا عملت كومبريشن اصلا ما هي هتعمل بابيلديما برضو. لا لو عملنا كومبريشن جوه مش هيحصل بابيلديما، لان الكومبريشن لو عملنا كومبريشن انسايد ذا كرانيوم هتعمل بابيلديما. مظبوط تمام. عايز السؤال ايه؟ اللي بيعمل برايمري اوبتيك اتروفي لو حاجه مش في الاوبتيك. بص هو عشان نوضح الامور، الطب ان جنرال لما بنيجي نكتبه مش احنا اللي بنكتبه، لما اتكتب قبل كده بيتحط بطريقه ان احنا نحاول نكلاسيفاي ثينجز عشان نقدر نقسم العيان ده عنده الباثولوجي الفلانيه وبالتالي البروجنوزز بتاعه كذا، العيان عنده الباثولوجي الفلانيه وبالتالي الايتيولوجي بتاعه كذا، فعشان اقدر احط الجايد لاينز بتاعت العلاج اقدر اقول البروجنوزز بتاع العلاج والى اخره. فهي كلها تسميات انما في الاخر بتنتهي انتوا اوبتيك اتروفي. فيهمني اه انا ممكن اقول في الاخر يا جماعه حاجه اسمها اوبتيك نيوروباثي، العيانين دول كلهم عندهم اوبتيك نيوروباثي. يعني ايه كلمه اوبتيك نيوروباثي؟ يعني باثولوجي افكت الاوبتيك نيرف وخلاص وسيبها مفتوحه كده. طب هل فرقت معايا في العلاج؟ مش هتفرق معاك خلاص كله زي بعض. لا تفرق معايا. العيان اللي عنده بابيلديما هدور على تيومر مش كده؟ العيان اللي هعرف كمان شويه عنده حاجه اسمها ارتريتيك انتيريور اسكيميك اوبتيك نيوروباثي لازم اديله حاجه اسمها ميجا دوز اوف ستيرويد عشان امنع بلايندنس ان ذا اذر اي. عيان تاني عنده حاجه بنسميها ام اس اوبتيك نيورايتس سكندري تو ام اس ادور على الام اس عشان برضو اديله ميجا دوز اوف ستيرويد عشان امنع حدوث الام اس او الكومبليكيشنز اوف ام اس وعشان احاول تو سيف ذا اوبتيك نيرف اس ماتش اس اي كان. اذا الكلاسيفيكيشن دي بيست على ايه؟ بيست على الباثولوجي وبيست على الكلينيكال بيكتشر وعشان اقدر اتكلم مع العيان في البروجنوزز واقدر اتكلم مع العيان في التريتمنت جايد لاينز بتاعتي. اوكي؟ انما هما في الاخر بينتهوا الى وات وي كول اوبتيك نيوروباثي. الكلمه الكبيره بقى تحطي جنبها تحتيها انفلاميشنز وتحطي جنبها ديجنريشنز وتحطي تحتيها اتروفي وتحطي عليها كل حاجه. اوكي؟ يبقى سكندري اوبتيك اتروفي بنسميها هنا بوست بابيلديميك اوبتيك اتروفي. طيب وات اباوت ذا ساينز اوف اوبتيك اتروفي؟ العيان ده الديسك بتاعه لما ابص عليه الديسك ده بيبقى تشوكت مش كده؟ يعني بيبقى فيه فينس انجورجمنت هيبقى لونه ابيض ولا لونه احمر؟ نعم؟ اديما بس لونه ايه؟ ابيض؟ لون فينس انجورجمنت. لان احنا هنعرف كمان شويه ديسك تاني لونه ابيض وايت ديسك اند ريد ديسك. This is very important. فاذا الفينس انجورجمنت اللي بيحصل مع الابيلديما لو بصينا هنا على الصوره هنلاقي شايفين الفاسلز عاملين ازاي؟ دايليتد اند تورتشوز دايليتد اند تورتشوز الفينس كلها وشايفين الادج اوف ذا اوبتيك ديسك هنا شايفين النقط الحمراء دي في نقطه حمراء هنا ونقطه زيها دي بنسميها سبلنتر هيمرجز along the edges of the optic disc. هل الادج اوف ذا اوبتيك ديسك باين ولا بلرد؟ بلرد. ذيس ار بلرد ادجز نتيجه ايه؟ فلويد اكيوميليشن. طب هو الفلويد ده يا جماعه بيبقى فين؟ مش بيبقى حوالين الاكسنز؟ يعني هنا لو تخيلنا مثلا هنا المكان خلاص؟ وذيس ار ذا تمبرال فايبرز، وذيس ار ذا نيزل فايبرز، وذيس ار ذا سوبيريور، وذيس ار ذا انفيريور فايبرز، مش كده؟ الاكيوميليشن اوف ذا اكسن بلازمك فلويد ده مش جوه الاكسنز نفسهم؟ صح؟ فكل الفايبرز دي سولن، فبالتالي الفايبرز نفسها سولن وبالتالي الادج از بلرد اب. زي اللي انا مش باين ما اقدرش اجيب قلم وارسمها. When I compare it to the normal disc, there is a huge difference. واحد حجمه normal and it is well defined. والتاني it is bigger in size and the edges are ill defined or بنسميها blurred edges. Okay? يبقى the early manifestations of this papilledema in the disc يبقى usually hyperemic
with blurred edges. طب what about the cup؟ انت خدت حاجه هايبراميك كان احمر؟ هايبراميك كان لونه اصفر. بس هو هنا اصفر يعني ال edges blurred ولونها تحس ان هو كده الادجز ممكن تبقى blurred بس كل اللي حتى السنسور والفيز كلها هيبورد. هتشوفي الابيض بتاعه دلوقتي هتشوف شكله دلوقتي اللي هو ايه بس. معلش دقيقة the disc is hyperemic, yani the veins are engorged. Number two, the edges are blurred. Number three, what about the cup? انت مش هتحاجة اسمها glaucomatous cup؟ صح؟ الكب دي هيحصل فيها ايه هنا في الكليديما؟ to be filled. To be filled with ايه؟ with transudation fluid. The fluid اللي عمال يأكيميليت ده زي ما هو بيملى inside the adjuvant بيبتدي يملى extracellular spaces او extracellular matrix اللي هي ايه؟ in the form of the optic cup. فيحصل filling of the cup, hyperemia of the disc, and blurring of the edges. طب eventually يبتدي يحصل elevation of the optic disc head itself. نعمل حاجة يعني حاجة اسمها mushrooming of the optic disc head أو حاجة اسمها mushroom shaped disc. Okay؟ طيب what about the surrounding retina؟ احنا مش قلنا ال optic disc عبارة عن axons of the ganglion cells خلاص؟ كلها حزمة متجمعة عند the optic disc. الحتة دي لأنها تستشوك بدايتها هتلاقي ال axons دي كلها they are dilated مش كده؟ والveins are engorged. يبتدي يحصل rupture of these veins من الengorgement of venous engorgement العنيف. فيبتدي يحصل what we call splinter hemorrhages. يحصل ايه؟ splinter hemorrhages. Usually بتحصل فين؟ along the edges of the optic nerve. خلاص؟ زي صورة صغيرة بتبقى نقطة صغيرة كده واحدة أو اثنين. Usually بتبقى linear ماشية مع التراك of the optic nerve of the edges. ايه الفرق بتاع دي من اللي هم الدوت والبلوتس اللي علاقتهم لا الدايبتيك ريتينوبولي دي قصه ثانيه خالص. This is a microangiopathy at the level of the capillaries and the arterioles. يعني الكابيلاريز بتعمل دوتس بلاصه كده دي عشان فين بيعمل فين؟ برافو عليك. لا مش عشان فين بيعمل فين. الفلين شيب هيمريجز دوت بلوت هيمريجز يا جماعه خلوا بالكم معايا ده ليها علاقه بالاناتوميكال بوزيشن اوف ذيس بلود. لو البلود ده كان ديب نرجع للصوره الاولانيه. لو الهيمريج ده كان ديب at the deep layers هنا خلاص يعني لو الهامل سكت في المنطقه دي الحته دي هيبقى نقط in between the cells فبنسميه دوت اند دوت. لو الهامل ده جينا هنا على السيرفس وحطينا نقطه دم هيمشي مع ايه؟ مع الباترن اوف ذيس اكسنس فيعمل وات وي كول لينير او فلين شيب او سبلنتر بنسميه ساعات سبلنتر هامل اللي اتوصف مع فين اوكلوجن انا اسف مع كابيلاتينا بنسميه سبلنتر هامل انما ات از فلين شيب خلاص. الفرق بينه وبين الدايبيتس ان هو it is in relation to the optic nerve head. اوكي يبقى يحصل what we call flame shaped hemorrhages or splinter hemorrhages along the edges of the optic disc. خلاص. طب what about the retinal veins and if they are engorged and tortuous. طب what about the investigations؟ ركزوا معايا. انتوا خدتوا حاجه اسمها visual field في الجلوكوما مش كده؟ والفيجوال فيلد عرفتوا ان في حاجه اسمها بلايند سبوت. ايه البلايند سبوت دي؟ برافو عليك. نتوقع في عين عنده كابيلاديما الديسك بتاعه كبير البلايند سبوت دي هتبقى كبيره ولا صغيره؟ هتبقى كبيره فيبتدي يحصل حاجه اسمها انلارجمنت اوف ذا بلايند سبوت. اوكي؟ نشوفها؟ يعني ايه هنشوفها؟ مش انت اللي هتشوفيها لما اعمل فيجوال فيلد للعيان هلاقي الدايمنشنز بتاعتها عندي في الفيلد كبيره يبقى انا اشك على طول عين عنده ديسك قديمه.
bilateral it is a papilledema, unilateral this is a disc lesion. Okay. طب number two بيبقى عندهم حاجة غريبة جدا يا جماعة، حاجة اسمها relative scotoma to blue. يعني ايه relative scotoma to blue؟ مش شايف الأزرق، برافو عليك. طب إذا في كلمة اسمها relative يبقى في كلمة تانية اسمها ايه؟ absolute. ايه الفرق بينهم؟ حد يعرف؟ مش فاهم مش فاهم بصراحة. انت عيلة جميلة بصراحة. بس انا عندي واحد من ولادي زيك. نعم؟ الأزرق مش شايف بالعينتين الأزرق؟ لا، بنتكلم على عين واحدة دلوقتي. absolute يعني شايف حاجة خالص. absolute scotoma يعني نقطة سوداء. أغير في الفريكونسي بتاعتي، يعني أنا عشان أعمل فيجوال فيلد عيان بغير الفريكونسي بتاعت الانتنسيتي، سلايت انتنسيتي، بغير الفريكونسي بتاعتي. أبتدي من قليل وأبتدي أزود 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 أزود. الأبسوليوت سكوتوما مهما زودت في البوينت دي هو مش شايفها. This is absolute scotoma. أوكي؟ فاهم ولا مش فاهم؟ مش فاهم. relative scotoma يعني في الحاجات ويف لينث معينة أو فريكونسي معينة هو مش شايفها. بس لما ابتدي ازود شويه ممكن يبتدي يشوفها، لو ازود شويه ما يشوفهاش. طب ده بناء على ايه؟ depending على ايه؟ depending يا جماعه على distribution of these nerve fibers and optic nerve. يعني ايه الكلام ده؟ لو تخيلنا مع بعض الاوبتيك نيرف، الاوبتيك نيرف بيبقى عباره عن منظر ده. الحقيقه انا بنت المحاضره دي انجري في العيادة الدنيا مور اورجنايز عندهم مش عارف. الأوبتيك نيرف يا جماعة لو تخيلناه كات سكشن من الأوبتيك نيرف. This is the optic nerve. خلاص؟ ماشي in the center of the optic nerve هنا حاجة اسمها central retinal artery and vein. اللي هي blood supply of retina. خلاص؟ لو جينا هنا عملنا distribution of these colors. The colors دي بتمشي through احنا لو رجعنا من الأول خالص عندنا الفوتو ريسبتورز دي بنقسمهم into colors. الكونز بنقسمهم مش احنا قلنا في راتس والكونز. الراتس دول بيبقوا ريسبونسبل فور ذا نايت فيجن بلاك اند وايت. الكونز بيبقوا ريسبونسبل فور الكالر. بنقسم الكونز دول 3 تايبس، حاجه اسمها ريد، حاجه اسمها جرين، حاجه اسمها بلو. الريد كونز والجرين والبلو كونز، لان اكشلي الثلاثه دول الثري كالرز دول هم دول اللي احنا الميكستشر بتاعتهم بتطلع اي لون تاني في الدنيا. خلاص؟ فالديستريبيوشن اوف ذا فايبرز او ذيس كالر فايبرز بنلاقي ان الريد فايبرز بيبقوا قريبين من السنترال ريتينال ارتري اند فين. الجرين فايبرز بيبقوا ميد واي ما بين الارتري وما بين الادج اوف ذا اوبتيك نيرف. والبلو فايبرز موجودين فين؟ ات اكستريم بريفري اوف ذا اوبتيك نيرف. حد فاهم اي حاجه؟ هي اتس ديستريبيوشن. طيب تخيلوا معايا الاوبتيك نيرف ده از تشوكت. يعني ايه از تشوكت؟ حصل فيه انجورجمنت عنيف جدا. ايه اكتر حته في الاوبتيك نيرف ويل بي كومبريسد؟ على السنترال اريا اللي ناحيه الفيسلز ولا البريفري اللي هي مزنوقه؟ برافو مع السكليرال رينجز البريفري. اذا ويتش فايبرز ويل بي افكتد فيرست؟ ذا بلو فايبرز. فاذا العيان ده لما اجي في البلو لايت لما اجي اعمل له ستيميليشن والبلو لايت مش هيشوفه. انما اعمل له ستيميليشن وذ ريد والجرين هيقدر يشوفه. يبقى دي بنسميها ريلاتيف سكوتوما ولا ابسوليوت سكوتوما؟ اتس ريلاتيف سكوتوما. ليه؟ لان هو شايف الالوان الثانيه بس مش شايف ده. مش شايفه ليه تحديدا؟ ليه؟ لان الديستريبيوشن بتاعته حظه وحش حطيته في الحته دي. اكتر حته كومبريست في الاوبتيك نيرف اللي هي البريفري اوف ذا اوبتيك نيرف which is compressed against the scleral ring inside the laminate mucosa. بس تاني حاجه؟ احنا عملنا كومبريشن عباره عن بريفري. طب ما الدايليشن بتاع الفينز والارتيك ده جايين دلوقتي حالا. جايين حالا دلوقتي. الفينس دايليتيشن اللي انت بتقولي عليه is not like the arterial dilation. يعني inflammation لما بيحصل في الفيسلز خلاص هنعرف حالا الموضوع ده مع البابيلايتس مثلا انا اسف مع الاوبتيك نيورايتس ان جنرال خلاص is different from the venous engorgement. بمعنى مين بيحصل قبل مين؟ في الناس اللي عندهم بابيلديما الكومبريشن هو اللي بيحصل الاول مش كده؟ وايفنشولي بعد الكومبريشن ده لما بيحصل يبتدي يحصل فينس انجورجمنت. الاثنين ما بيحصلوش مع بعض. ففي الفيز دي العيان بيبقى عنده ريلاتيف سكوتوما. هو خلي بالك احنا لسه قايلين لو العيان ده جبتيه في فيز بعد كده هيبقى كل حاجه راحت. هيصير حاجه اسمها بوست اوبتيك اوبتيك ايه؟ اوبتيك اتريف. اللي هيبقى عنده ريلاتيف مش هيبقى عنده ريلاتيف هيبقى ابسولوت سكوتوما. لو هو شايف راب ولا شايف جرين ولا شايف بلو. فاحنا بنتكلم ذيس ار كافيجنومونيك فور بيبليديما. يعني عيان جالي بصيت عليه لقيت الديسك از الفيتد بيت اديماتس. العيان شايف 6 6 وكل حاجه حلوه. اعمل له فيلد اوف فيجن الاقي عنده انلارجمنت اوف ذا بلايند سبوت. اعمل له فيلد اوف فيجن الاقي عنده حاجه اسمها ريلاتيف سكوتوما فور ايه؟ فور بلو. خلاص؟ طيب. اوكي
ما يشوفش الازرق بس انما يشوف التانيين. يشوف الغاز يشوف ما يشوفش الازرق اللي هو الاكسجين ما يشوفش ولا واحده فيهم خالص. اوكي طيب وقت الوقت الكومبليكيشنز عرفناها ان العين ده ايفنشن بيخش في فرونت فول بوست في الاديميك او سكندري اوبتيك اتروفي. طب وقت الوقت التريتمنت ده في اي علاج للبلاتينا؟ التريتمنت از نوت اوف ذا كوز. ده هو نيوبلازما شيلو ده هو فاسكولار انسيدنت عالي ده وايه. طيب السكند ديزيز انتيتي اللي هنتكلم عليها حاجه اسمها اوبتيك نيورايتس which is a primary inflammation of the optic nerve. مفتوحه خلاص. برجع اكلاسيفاي الاوبتيك نيورايتس ده انتو تو مين ديزيز انتيتيز. حاجه اسمها بيبلايتس which is inflammation of the optic nerve head. ده طبعا ده المهم اللي انتوا تعرفوه. وحاجه ثانيه اسمها ريترو اوربيتال نيورايتس which is inflammation beyond the optic nerve head. ايه جاي بقى في الانترا اوربيتال بارت انترا اوربيتال بارت اي مكان. اوكي طيب هل نتوقع الايديولوجي هنا هتبقى مختلفه؟ اكيد هتبقى مختلفه مش كده؟ ده اتس ان انفلاماتوري بروسس. طب ايه اهم سبب في اسباب البوبيلايتس؟ وسبحان الله برضه بيجي في الميدل ايج في كده. ام اس مالتيبل سكلوز. زي ما قلنا في البابليدينا اهم سبب 70% اوف كيسز نيوبلازم. هنا اهم سبب في الاوبتيك نيورايتس ايه؟ سواء البابليدينا او ريترو بالمر نيورايتس از مالتيبل سكلوز ورايتس. خلاص دي المعلومه اللي انتوا لازم تفهموها. في اسباب اخرى حاجات بقى فايرال بكتيريا ميتابوليك اكستنشن واحد عنده اوربيتال سيلولايتس ساينسايتس اي حاجه كل ده ممكن يافكت الاوبتيك نيرف ويعمل اوبتيك نيورايتس. زي ما انت قلتي العيان اللي عنده مثلا اوربيتال تيومر او اوربيتال هيماتوما ممكن يعمل ديسك ديما بس سيونيلاتر نفس الفكره تبقى سبريد اوف انفلاميشن او سبريد اوف انفكشن فروم ا نير باي اورجن. اوكي ايه اللي حوالين الاوبتيك نيرف؟ الساينسز او الاوربت. خلاص فاهم سبب بالنسبه لنا هو الديمايلينيتنج ديزيز وعلى راس القائمه از ذا مالتيبل سكلروزز اور ذا ام اس. طيب وات اباوت ذا كلينيكال برزنتيشن اوف اوبتيك نيورايتس؟ هل اتوقع ان هو هيبقى حاجه سلولي بروجريسيف زيه زي البابيلادين؟ اتس ان انفلاماتوري بروسس حصل انفلاميشن صح؟ يبقى ذيس از رابيدلي بروجريسيف ديمينيوشن اوف فيجن. والديمينيوشن اوف فيجن هنا الحقيقه ممكن يبقى داون تو كاونتنج فينجرز اند سام تايمز هاند موشن خلاص from the severe inflammation of the optic nerve. طيب what about the signs؟ مش دي inflammatory process؟ في الباثولوجي لما ذاكرته زمان هيحصل له يعني rapid diminution ويفضل بقى كده على طول ولا ما يجيش؟ الباثولوجي اللي بيحصل ده يا جماعه بيبقى نتيجه ايه؟ او انتوا خدتوا الباثولوجي زمان اي inflammation في الدنيا عباره عن ايه؟ برافو عليك. لا هي السبب ورا كل ده ايه؟ مش بس الفاسو دايلتيشن ده اساس الموضوع كله مش كده؟ طيب لما يحصل فاسو دايلتيشن الديسك ده هيبقى شكله ايه؟ هيبقى هايبراميك هيبقى راد ديسك ولا هيبقى وايد ديسك؟ ذيس از راد ديسك. طب مش هيحصل فيه اديما ولا مش هيحصل فيه اديما؟ ليه؟ ترانسوديشن ولا اكسوديشن؟ برافو عليك. يبقى هناك حصل فاسو دايلتيشن هنا حصل فاسو دايلتيشن هناك حصل ترانسوديشن هنا حصل اكسوديشن. يبقى اذا الاند ريزلت واحده مش كده؟ لما ابص على الاوبتيك ديسك هلاقيه الليفيتد هلاقيه سوولن هلاقي الادجز بتاعته فيري وهلاقي لونه ايه؟ لونه احمر هايبراميك ديسك وهلاقي الكاب بتاعته فيلد مور اور ليس مش كده؟ اذا بقى في بوينتس اوف سيميلاريتيز بينه وبين البابيلادينا. طب هل اتوقع ان هو هيبقى ستريكتلي بايلاترال زي البابيلادينا؟ لا. هل هيبقى معاه سيفير فينوس كونجستشن زي البابيلادينا؟ التاني قلنا ده اوبتيك ديسك از شورت. لا خلاص ممكن يبقى فيه فيري مايل دايلتيشن. طب ايه اللي ممكن اشوفه كانفلاماتوري ساينس؟ حاجه اسمها فيتريس سيلز. هو الاوبتيك نيرف هاد ده قدامه ايه على طول؟ فيتريس. فالسيلز اللي موجوده الاكسوديشن اللي بيحصل ده عباره عن انفلاماتوري سيلز تبتدي اكيوميليت جوه الكاب وشويه زياده تبتدي تسبيل اوفر انسايد فيتريس كابل تعمل لنا وات كول تيربت سيلز او فيتريس سيلز خلاص. طيب وات اباوت ذا بيوبولري رياكشن؟ نورمال يا جماعه لما انا بقى قاعد دلوقتي دكتوره نورهان اجيب التورش بتاعي واجيبه على العين اليمين او خليني عليا انا احسن على ماي رايت سايد بيحصل حاجه اسمها دايركت اند كونسيكتيف بيوبولري كونستريكشن. يعني ايه؟ يعني العين اليمين بيحصل فيها كونستريكشن والعين الشمال بيحصل فيها كونستريكشن خلاص. حاجه اسمها لايت ريفلكس خلاص. ده لو انا عليا الاثنين زي بعض السلام ما فيهمش مشكله. When I switch my light to the opposite side, هيحصل نفس القصة. The left eye will constrict and the right eye will constrict. Okay؟ الناس اللي بيبقى عندهم optic neuritis بيبقى عندهم مشكلة، إيه المشكلة دي؟ إحنا قلنا في الأول خالص لما ابتدينا كلامنا النهاردة قلنا في حاجة اسمها generation of impulse وحاجة اسمها إيه؟ conduction of impulse، مش كده؟
الكوندكشن اوف امبلس دي ممكن نقيسها بحاجه اسمها فيجوال ايفوك بوتنشال. يعني ايه فيجوال ايفوك بوتنشال؟ جهاز بيستيميليت بيه الريتنا واشوف الاستيميليت بقى اي كريت فيجوال امبلس اند الكتريك امبلس ارتفيشال الكتريك امبلس. الامبلس دي بتتكون في الجانجليون سيلز وتمشي لحد ما توصل للفيجوال كورتكس، واقرا الامبلس دي على الفيجوال كورتكس بشوف فيها حاجتين. نمبر 1 الامبليتيود، يعني الامبلس دي قوتها قد ايه، ونمبر 2 الامبليتيود، ونمبر 2 اللي هي بنسميها الليتنسي بتاعتها. خلاص يبقى المسافه اللي هي هتقطعها والقوه بتاعتها لحد ما توصل للفيجوال كورتكس شكلها ايه. يبقى عندي 2 بوينتس مهمين جدا في الحته دي اللي هي الفيجوال ايفوك بوتنشال. نورمالي بيبقى ليهم فيجرز معينه. انت رجعتي ورا وحاسس ان انت نمتي خالص بجد؟ لا معلش مش عارف اعمل ايه بصراحه. طب ليه؟ هو بعد شويه بس انا عندي هايبر دايناميك سيتويشن. طيب يا ريت ما سالتك بصراحه. كده قابلناه خالص بعد 26 خلاص؟ كده اقصى حاجه نعرفش خلاص. يبقى اذا عندي 2 بوينتس في الفيجوال ايفوك بوتنشال، حاجه اسمها الامبلس ليتنسي وحاجه اسمها الامبلس ايه؟ امبلتيود اللي هي قوه الستيمولس بتاعته. ده الطبيعي. طب لو واحد عنده اوبتيك نيورايتس وعملت التست ده عليه، هل التست ده هيبقى طبيعي؟ هيبقى فيه ديلي بروبوجيشن، هتروح بالراحه. والامبلتيود بتاعها نفسه هيبقى ديمينشد مش كده؟ فهيبقى في حاجه اسمها لونج ليتنسي وحاجه اسمها ديمينشد امبلتيود. طب تخيلوا الكلام ده كلينيكلي ابليكابل ازاي؟ تو ابلاي على العين. لو انا جيت على العين اليمين وحطيت النور عليها، it will start to constrict. و at the same time the left eye will start to constrict. Then I switch to the other eye. يحصل نفس القصه. طب تخيلوا بقى العين اليمين دي فيها اوبتيك نيورايتس. والعين الشمال this is normal eye. خلاص؟ جيت على العين اليمين ابتدت تعمل constriction. Okay, this it takes time. I will switch to the other eye. It will constrict صح؟ طب لما العين الشمال تكونستريكت مش الشمال هتبتدي تكونستريكت معاها الطبيعي اللي يحصل اللي انا اسف اليمين. When I go back to the right eye هلاقيها لسه recovering from the dilatation of the previous reaction. يعني انا وانا رايح المفروض خلاص تكون dilated وترجع تكونستريكت تاني. لا ارجع لها تاني الاقيها لسه dilated. يبقى this is what we call paradoxical phenomenon. يعني المفروض لما النور يجي على العين العين تكونستريكت، النور بيجي على العين بلاقيها بتدايليت. ليه؟ لان العيان ده عنده وقت يكون افرم بيبولر ديفكت او ريلاتيف افرم بيبولر ديفكت. الدكتور هي اللي مجاها اللايت من الاول، ازاي اعمل كونستركشن؟ بتعمل كونستركشن بس بيبقى بيت سلاج. It works. وديبندنج على الاكستنت اوف دامج. If the damage is total حاجه اسمها اميراتيك بيبول، يعني ايه دايليتد فيكس اللي انتوا خدتوه في البروتوكول. Total atrophy of the ganglion cells. انما if it is partial atrophy يعني جزء من الخلايا شغال وجزء مش شغال. فايت سلاج، it works بس very slow. So when I constrict this eye, when I put light on this eye, it will constrict gradually. When I go to the opposite eye, it constricts normally. لما ارجع تاني الاقيها لا لسه بتفوق من الخضه الاولانيه. The pupil is still dilating عشان يرجع it does not constrict. It takes more time عشان to constrict. فده عباره عن delayed response of the optic nerve. بيشوفوا بحاجتين، حاجه clinical بالتورش وحاجه investigative عن طريق حاجه اسمها ايه؟ visual evoked potential. ايه اللي هنشوفه في visual evoked potential؟ الليتنسي هيحصل فيها ايه؟ هتزيد. والامبلتيود هيحصل فيها ايه؟ والبيد دامج. يبقى اذا العيانين اللي عندهم بابيلايتس او اوبتيك نيورايتس الساينز بتاعتهم نمبر 1 ساينز عامله زي البابيلاديما، ذيس از انديميتس وهايبراميك والاجز ار بيرد. حاجات ثانيه مالهاش علاقه بالبابيلاديما زي ايه؟ هيبقى عندهم فيتري سيلز، هيبقى عندهم ريلاتيف افريك بيبولر ديفكت، هيبقى عندهم حاجه اسمها الفي اي بي وذ لونج ليتنسي اند دمينش امبلتيود. يبقى عندهم حاجه اسمها ريد ستوماتو. ايه بقى؟ ريد بلس اور ماينس جرين، هو جرين ده في النص بس عاده بنضمه للريد، يعني هما بيبقوا افكتد مع بعض. ليه؟ لان اتس فاسكولايتس، يعني اتس ان انفلاميشن. طب هو البلاد فيسلز كلها فين؟ معظمها فين؟ معظمها ان ذا سنترال بارت اوف ذا اوبتيك نيرف هي الاناتومي بتاعها كده. وبالتالي الاكسوديشن لما يطلع بيبقى حواليها، فهياخد النيرفز اللي حواليها اللي هما ايه؟ ريد اند جرين. فانا اعمل له ستيميليشن باي بلو يقدر يشوفها، اعمل له ستيميليشن باي ريد اند جرين ما يشوفهاش. فده بنسميها ريد ستوما 2 ريد اند جرين. طب وات اباوت ذا فيت؟ هل طول في الجلوكوما بيبقى اميرتيك بيبل اللي هو دايركت فيكس ليه؟ نعم؟ يعني هل طول في الجلوكوما لما بيحصل داز نوت ريسبوند
فهو يعني الدايركت بيرلي هي اللندن اول هي انت خدتي جلوكوما مش كده؟ لا بس ما خدناش ما خدتوش الحته دي بس المهم يوجوالي بلايند اي يعني عيان مش شايف حاجه خالص نثر there is no right reflex حطي reflex عليه مفيش حاجه خالص does not respond to light usually the pupil is a bit mid dilated خلاص ما بقاش full dilatation ولا constriction بيبقى mid dilated and it is fixed and it does not react to light ده معناه ان في total optic atrophy this eye is lost طب لو جيت على العين الثانيه طبعا the eye will other eye will constrict انما this eye will not constrict خلاص تفضل زي ما هي اوكي يعني هو عنده ولا دايركت ولا كونسنشوال بالظبط بصي اتسدالي بصي للاسف الشديد النيورو اوفثالمولوجي لازم يتاخد على 2 او 3 سيشنز فكالعاده طبعا انتوا حاطينكم 6 اسابيع والكلام ده احنا قلناه 10,000 مره 6 اسابيع دول ما يكفوش الحقيقه فما ينفعش راتنا تتقال في مرتين المفروض راتنا تتقال في 4-5 مرات نيورو جلوكوما المفروض تتقال في 4-5 مرات معقوله؟ اه والله نيورو اوفثالمولوجي ازاي في مره؟ ما ينفعش انا ما تزعليش مني انا نص المنهج ما بقولوش يعني في حاجات كتيره ما نقدرش نقولها لان مفيش وقت ان احنا نقولها فبالتالي وي هايلايت الحاجات المهمه بالنسبه لكم انتوا اندر فاليوز مش مهم ادخلك في التفاصيل تفاصيل النيورو اوفثالمولوجي هتطلعي في الاخر المحصله ان هي صفر انا يهمني تطلعي من عندك اندر جراديوت من الاخر بعد كل القصه اللي احنا بنقولها الصوره الاولانيه انا اللي قلت لكم عليها اللي هي الفري اليمنتس اوف ذا ريتنا يعني ايه فوتو ريسبتور يعني ايه جانب الانسان الديستريبيوشن بتاعهم ايه كل واحده بتعمل ايه البلاد سبلاي ده بيعمل ايه انتقل بعد كده حاجه اسمها بابيليديما كاترن يمني بابيليديما ده اعرف انه بايلاترال يمني اعرف انه يوجولي ديو تو اليفيتد انتراكرانيال بريشر يوجولي ات از نيوبلاستيك التفاصيل الثانيه دي انتوا شطارتكم بس انا يهمني كاندر جراديو تطلع عارف المعلومات دي ابديت نيرايتس يهمني تطلع عارف منها انها تساوي ام اس مالتيبل ستروس ما يهمنيش تعرف اي حاجه ثانيه فنحن نخش في التفاصيل خلاص ات مينز ان انتوا تبقوا خلاص عديتوا مرحله الاندر جراديوتس ودخلتوا في الفيز اللي بعد كده ان انتوا هتبقوا اوفثالمولوجيست ان شاء الله او يبقى عندكم مور امبل اوف تايم ان احنا نقعد نشرح الكلام ده باستفاضه فهي الفكره ان وان سيشن ما نقدرش نعمل كل ده يوجد انا بخلص القصه دي في ساعه ونص احنا بقى لنا ساعه وربع اهو لسه ما خلصناش خلاص المهم طيب وات اباوت ذا فيت اوف اوبتيك يورايتس مش عايزين انتربشن لسه عشان هنقطع شوط مش بس عشان لسه What about the fate of optic neuritis? هو احنا قلنا مش اهم سبب في الاوبتيك نيورايتس ام اس او مالتيبل سكليروسس. طب الام اس او مالتيبل سكليروسس ده ايه الخاصيه المهمه بتاعته؟ العين ده بيبقى عنده حاجه اسمها ريميشنز اند ايه؟ اكسسرفيشنز. حاجه اسمها ام اس. ام اس ده بنسميه اتس ديمايلينيتنج نيرف ديزيز. انا مش عارف احنا كنا زمان بيدونا بطنه في سنه رابعه. والدنيا اتغيرت ولا ايه؟ كان في الاول رغم زياده وقت متاخر فكان في تيرمز كتيره قوي بنبقى عارفينها مش عارف انتوا في تيرمز كتير مش موجوده انتوا اول راوند اول راوند اول حاجه الحياه بدايه الحياه العمليه طيب المهم ام اس ده ات از دي مايلينيتنج ديزيز يعني ايه دي مايلينيتنج ديزيز؟ يعني ديزيز بيأفكت المايلين شيث اوف ذا اكسنس اوف ذا سنتر نيرفس سيستم حد فهم اي حاجه؟ ده بنسميه دي مايلينيتنج في منه تحتيه اسامي كتيره او امراض كتيره قوي من ضمن هذه الامراض الام اس ريبريزنت يوجولي سنسوري اند موتور لوس خلاص وبيبقى ليه كرايتيريا مهمه جدا ان هو بيخش العيان ده حاجات بنسميها اتاكس اوف ريميشنز اند اكسسرفيشنز يعني ايه؟ يعني العيان ده النهارده كويس وحلو بيروح شغله 24 دولار يجي بعد شهر او اثنين يخش في سادن ايه؟ ريلابس يعني ايه ريلابس؟ يعني يخش في الفول بلون بيكتشر اوف ذا ام اس سواء بقى عنده باراستيزيا سواء عنده هيمتريجيا سواء عنده فالموتريجيا سواء عنده اوبتيك نيورايتس يخش ان بيكتشر اوف ام اس خلاص يقعد في البيكتشر دي فور فيو ويكس اسبوع اسبوعين ثلاثه وبعد كده تلقائيا كده ناتشرال كورس اوف ذيس ديزيز يبتدي يحصل له ايه ريميشنز فبنسميه ريميشنز اند اكسسرفيشنز يفضل رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي وبالتالي علاجه عاده بيبقى ان فورم اوف اميون سبريشن بياخد ستيرويدز وسايتوتوكس ودراجز والى اخره فاذا ذيس ديزيز يبقى في كرايتيريا مهمه قوي ان هو عنده حاجه بنسميها ريميشنز اند اكسسرفيشنز. طب بما ان السي ان اس بيحصل فيه ريميشنز اند اكسسرفيشنز الاوبتيك نيرف هيحصل فيه ايه؟ ريميشنز اند اكسسرفيشنز فتلاقي العيان ده حصل له النهارده اتاك اوف اوبتيك نيرايتس خلاص؟ الاوبتيك نيرايتس ده قعدت معاه اسبوع او اثنين او ثلاثه او يوجولي ما بيزيدش عن شهر وبعد كده يحصل له ريميشن خلاص؟ لما يحصل له ريميشن يبتدي يحصل له ريكفري بس الريكفري دي هتبقى 100% ولا حصل مكانها حاجه اسمها نيورولوجيكال ديفيسيت هو مش في ناس بيجي لهم ستروكس وبعد كده بيتحسنوا شويه؟
لما يتحسنوا شويه بيرجعوا طبيعيين 100% ولا بيبقى فيه تلاقي عنده ستيرد سبيتش، عنده شويه ويكنس في الايد اللي حصل فيها ستروك اللي بنسميها ايه؟ فليجيا. خلاص؟ يعني مش باراليسيس اتس فليجيا. نفس السيناريو لما الاوبتيك نيرف يحصل فيه الاتاك اوف اوبتيك نيرايتس، هنقول مثلا من المليون اكزون في 200,000 طالب بقى فاضل كام؟ 800,000. خلاص؟ الراجل ده بعد 6 شهور او سنه حصل له انذر اتاك. الاتاك الثانيه دي طيرت له ايه؟ 100,000 او 200,000 اكزون تانيين، صح؟ وهكذا. فلما الاتاك بتحصل بيحصل له كل الفول بلون فيكشر اللي احنا بنتكلم عليها دي. لما الاتاك تروح لحالها يبتدي الفيجوال ريكفري يتحسن. ممكن يرجع في عينين بيرجعوا يشوفوا 6 مرتين. في عينين 6-9، اوكي؟ انما لو الاتاك دي كررت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ايفينشولي اللي عنده هيخش الوقت كول ايه؟ بوست بابليتيك او الاسم الاشمل بتاعها بوست نيوريتيك اوبتيك ايه؟ اوبتيك اتروفي اللي هي بنسميها السكندري اوبتيك اتروفي. اوكي؟ طيب وات اباوت ذا تريتمنت؟ التريتمنت از ذات زي ما قلنا هناك التريتمنت اوف ذا كوز اللي هو كان مينلي تيومرز، هنا التريتمنت اوف ذا كوز اللي هو مينلي ايه؟ ام اس او مالتيبل سكلوز. طيب بنعالج الكلام ده ازاي؟ الحقيقه بنعالج الكلام ده باي وات وي كول ذا ميجا دوز اوف ستيرويد ثيرابي. القصه او الايم بتاع العلاج بتاعنا الحقيقه بيبقى حاجتين. نمره واحد تو ابورت the attack of MS، يعني العينه ده العينه دخل في multiple sclerosis، فI want to abort this attack. نمره اثنين ان انا ان انا احاول as much as I can to save this optic neuritis or optic disc. عن طريق ايه؟ ان انا بدي العين ده a very big dose of steroids، بديله جرام every day for 3 successive days IV intravenous. خلاص؟ 1 جرام 1 جرام 1 جرام for 3 successive days. وبعد كده اكمل معاه oral prednisolone therapy او oral steroid therapy 1 to 2 milligram per kg body weight for 11 days. يعني الكورس بتاع العلاج كله بياخد قد ايه؟ 2 weeks او 14 يوم. اول 3 ايام بديله ايه؟ اميجا دوز اوف ستيرويد اللي هي 1 جرام بير داي فور 3 دايز. اوكي؟ وبعد كده بكمل معاه فور 11 دايز ان انا بديله 1 to 2 milligram per kg body weight for 11 days. That I stop my course. خلاص؟ ايه الايم اوف ذس تريتمنت؟ ليه بدي العيان ده التريتمنت ده؟ نمره واحد تو ابورت ذا اتاك اوف ام اس، ونمبر 2 تو تراي تو سيف ذا اوبتيك نيرف. لان انا الاتاك لما اسيبها بدون علاج هتقعد فتره طويله، تقعد شهر او اكتر. انما اذا كان ابورت ذا اتاك بدل ما تقعد شهر تقعد اسبوع، بالتالي انا حافظت على عدد اكبر من الاكزنز اوف ذا اوبتيك نيرف. حد فاهم اي حاجه؟ اوكي؟ طيب وات اباوت ديركت بالبر نيورايتس؟ مش احنا قلنا الاوبتيك نيورايتس يا اما يجي انسايد ذا اوبتيك نيرف هيد بنسميه بابيلايتس، او انسايد ذا اوبتيك نيرف بيوند ذا اوبتيك نيرف هيد بنسميه ريترو بالبر نيورايتس. هل تتوقعوا هيبقى في اختلاف في الكلينيكال بيكتشر ولا مش هيبقى في اختلاف؟ برافو عليك. هيبقى في اديما ولا مش هيبقى في اديما؟ مش هيبقى في خالص. ليه؟ لان هما it does not affect the optic nerve head. الانفلاميشن بيحصل في سيكتور نقدر نقول الانترا اورمتال سيكتور اوف ذا اوبتيك نيرف. فاكسبيرز ذا اوبتيك نيرف هيد، صح؟ يبقى اذا هبص على الفندس ات از ابسولوتلي نورمال، صح؟ طب وات اباوت ذا اذر ساينز؟ الحاجات الثانيه بقى اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه؟ ستارتنج فروم ذا بيوبل والفيجوال فيلد والفيجوال ايفوك بوتنشال اند ستارتنج فروم ذا سيمبتومز. كل الكلام ده يا جماعه اكزاكتلي ذا سيم. هتلاقي عيان جاي يوجلي في الميدل ايج، يوجلي فيميل، might be associated with MS, presenting with sudden diminution of vision, which is quite progressive, vision down to 16, 24, sometimes down to counting fingers. افحص العينه الاقي الفندس از ابسولوتلي نورمال، مفيش ديسك اديما، مفيش بلوري ادجز، مفيش هايبرينيا، مفيش فيلنج اوف ديسك، مفيش فيتري سنس. انما عنده كل حاجه ثانيه، عنده ريلاتيف افن بيكولري ديفكت، عنده ريلاتيف سكتوما تو ريد اند جرين، وعنده فيجوال ايفوك بوتنشال تشينجز اللي هي ايه؟ long latency and diminished amplitude. يبقى الفرق بين الاثنين is the fundus picture بس كده. يبقى optic neuritis and retrobulbar neuritis هما الاثنين حاجه واحده. الفرق بينهم ايه؟ ان retrobulbar neuritis it has an absolutely normal fundus picture. انما papillitis it has the typical optic nerve head changes اللي هما ايه تاني؟ قولهم لي كده. optic nerve head changes في papillitis. زي papilledema هما هما. disc ايه؟ نعم؟ فيلين بالظبط اوف ذا كاب ايه تاني؟ بلرد ديسك ديمتس ولا مش ديمتس؟ ديمتس لونه ابيض ولا لونه احمر؟
هايبرامك بس اوكي يبقى الساينز بتاعته مور اور ليس ذا سيم لايك ده مش هيبقى ده مش هيبقى خالص مفيش اي ديفاين ايدجز مرتفعه وحاجه ده ايه ده هو يعني التاني كان باين بس كبير يعني ذس از ذا يعني لو برضه لو احنا فكرنا اكتر هنقول برضه بيبقى عندهم سلايتلي انلارجمنت اوف ذا بلايند سبوت بس الفرق يا جماعه ان التاني بنسميه اوبتيك ديس تشوكينج يعني ايه تشوكينج يعني انا خنقته التاني بين الايدجز بتاعته بنسميه مشرومنج اوف ذا اوبتيك ديسك ذس از ديسك ديما انما في البابيلوديما ات از ا مور بروفاوند ديسك ديما انما ذس از ديسك ديما ذس از ديسك ديما ذس از ستريكتلي يونيلاترال ذس از ستريكتلي بايلاترال ذس از مايلد تو مودريت ذس از سيفير اند اسوشيتد وذ مشرومنج اوف ذا اوبتيك نيرف بنسميها تشوكت يعني ايه تشوكت مخنوق تشوكت اوبتيك لأن مفيش أي inflammatory signs involving the optic nerve head. It is involving تقريبا the intra-orbital أو sometimes the intra-canalicular part of the optic nerve. مش هتأثر عليه. هتأثر على axis بس مش هتأثر على the optic nerve head. هو الديزيز بتاعه كده سبحان الله. بيجي في الحتة اللي ورا مفيش حتة اللي فوق. ده حاجة anatomical يعني. الديزيز entity يا جماعة number 3 اللي هنتكلم عليه حاجة اسمها anterior ischemic optic neuropathy. Ischemic optic neuropathy يعني إيه؟ يعني pathology in the optic nerve secondary to ischemic مظبوط طيب اللي بيحصل هنا بيحصل what we call partial or total infarction of the optic nerve due to occlusion of حاجه بنسميها short posterior ciliary arteries the short posterior ciliary arteries دول يا جماعه بي supply the optic nerve all around هما بيبقوا جايين منين جايين from the ophthalmic artery okay ophthalmic artery جاي منين جاي من the internal carotid artery في الاخر يطلع common carotid artery الأوفثالميك أرتي بيطلع الشورتس اللي دول كتير عددهم كتير. Usually they supply the optic nerve head من فوق ومن تحت. يعني إيه؟ يعني if this is the globe and this is the globe and this is the optic nerve. خلاص؟ The short posterior ciliary arteries بي supply the optic nerve النص الفوقاني والنص التحتاني. يعني جروب بي supply الحتة اللي فوق وجروب بي supply الحتة اللي تحت. إذن the blood supply of the optic nerve جاي عن طريق إيه حاجة اسمها short posterior ciliary arteries جاي منين؟ ophthalmic artery جاي منين الophthalmic artery؟ internal carotid artery they supply the optic nerve through two halves upper half و inner half through a plexiform of vessels خلاص؟ بنيجي نقسم الاسكيميك اوبتيك نيوروباثي ده يعني إيه اسكيميك اوبتيك نيوروباثي؟ يعني باجي في short posterior ciliaries ببساطة شديدة وأقفلهم خلاص؟ إذن بيحصل إيه؟ infarction of the axons of the ganglion cells فبيحصل partial or total infarction of the axons of the ganglion cells في نوعين نوع بنسميه arthritic ونوع بنسميه non-arthritic هو في الاخر more or less it's the same مش كده؟ يعني ايه بيحصل infarction بنقسمه التقسيمة دي ليه؟ هنعرف حالا بيفرق في الكلام اللي احنا قلناه قبل كده اسمه حالته ايه؟ نوريهان 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 ونوريهان نوريهان طيب الفكرة نوريهان ان هنا this is infarction and this is infarction قسمناها برضو ليه into arthritic and non-arthritic type ده due to the disease entity او certain etiology او والتاني due to another etiology وبالتالي prognosis هنا غير prognosis هنا clinical picture هنا مختلفة شوية عن clinical picture هنا العلاج هنا غير العلاج هنا انما هما في الاخر هما عبارة عن ischemic optic neuropathy وهما الاثنين بيبقى فيهم infarction of the optic nerve. مش لا central retinal artery ده بي supply retinal vessels نفسها أنا آسف بي supply retinal layers نفسها the inner layers of the retina. يعني ده بس من أول optic nerve هنا بيكملش معاهم نفس اللايف. بالظبط. بصي blood supply of the optic nerve بيتقسم البابيلا لوحدها ال optic nerve head أنا آسف ال intra orbital part لوحده intra canalicular part it is too much complicated احنا بنبسط الامور بقدر المستطاع عشان تقدري تفهمي يعني ايه infarction يعني ايه كلمه ischemic optic neuropathy اللي بيفهم هي جايه منين هي جايه عن طريق occlusion of the short posterior ciliary arteries الاوكلوجن ده to affect in return the blood supply بتاع ال optic nerve خلاص تعمل infarction من بعد ال optic disc starting from the optic disc من بعد البابيلا يعني او starting من بعد البابيلا على طول اوكي طيب هنا قلنا في حاجة اسمها non-arthritic type حاجة اسمها arthritic type هنبتدي بال non-arthritic type ال non-arthritic type ببساطة شديدة arterial sclerosis يعني arterial sclerosis يعني واحد كبر في السن hypertensive diabetics vessels الانتما بتاعتها بتبقى thick
ابتدت تبقى رف اليومن ابتدى يدي 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 جرادولي حد ابتدى يقفل خالص. فا it is more or less هي مش جرادول يعني انما it is يعني usually it is related to old age and arterial sclerosis. فبيحصل جرادول اوكلوجن اوف ذيس فيسلز خلاص. اجي اشوف العيان ده هلاقي ان العيانين دول الانترا بتاعتهم بتبقى صغنطوطه خالص. انا اسف اليومن بتاع الفيسلز ار فيري سمول. فممكن سام تايمز مش عارفين بالظبط ايه السبب. هل بيحصل امبولس؟ هل بيحصل ثرومبس؟ تبتدي الفيسلز اللي سبلاينج بارت اوف ذا اوبتيك نيرف جزء منه مش كله الحته اللي فوق بس او الحته اللي تحت بس تقفل خلاص. فيحصل بالظبط كده اكني جبت السكينه وقسمت نص الاوبتيك ديسك. نص الاوبتيك ديسك ده مش وصله بلاد سبلاي اوكي. فالعيان بيحصل له ايه لو انا تخيلت كده العيان ده هعمله فيلد اوف فيجن هيحصل له ايه؟ برافو عليك. حاجه اسمها altitudinal field effect. يعني احنا قبل كده كنا بنقول هيميانوبيس حاجه اسمها باي تمبرال هيميانوبيا او كونترا لاترال هيميانوبيا او كونترا لاترال هيميانوبيا والماكيولار سبيرنج مش كده؟ هنا ما قلتش حاجه من الحاجات دي خالص. لان هنا جيت بالعكس جيت لو تخيلت ان ذيس از ذا فيجوال فيلد خلاص؟ وادي الاوبتيك ديسك اكني جيت في نص الديسك ورحت ايه الحته اللي فوق دي كلها عامل فيها انفارش. الحته اللي فوق هتبقى ريفلكتد تحت فالفيل بتاعي اللي تحت ده كله هيبقى ايه؟ هيبقى افكتد. فلو الابر بارت اوف ذا اوبتيك ديسك از افكتد هيبقى عندي حاجه اسمها انفيريور التيديودنال فيلد افكت. العيان يقول لك انا شايفك بس الحته اللي تحت دي مش شايفها خالص. لو الاوبتيك ديسك الحته اللي تحت بتاعته هو اللي حصل فيها انفراكشن انفيريور هاف هيبقى عندنا سوبيريور التيديودنال فيلد افكت. طب العيان لما اجي ابص عليها هيبقى عندهم بينلس ديمينيوشن اوف فيجن خلاص. This is infarction مش كده؟ تقريبا جيت على نص الفايبرز وقتلتها مش كده؟ طيب هنتوقع يبقى في diminution of vision ولا لا؟ اكيد هيبقى في diminution of vision associated with field loss خلاص؟ فندم؟ painful diminution of vision ده ليه اسباب ثانيه خالص مش دعوه بيها. كل الاسباب اللي احنا بنقولها دي صار painful diminution of vision. painful diminution of vision واحد مثلا عنده acute glaucoma اي acute iridocyclitis اسباب مالهاش علاقه خالص بالblood vessels اوكي. فكل الكارتيريا اللي احنا بنتكلم عليها النهارده او كل الديزيز انتيتيز اللي احنا بنتكلم عليها النهارده كلها this is the painless diminution of vision سواء كان جراديوال زي الكابيلاديما او اكيوت زي حاجه زي بسم الله الرحمن الرحيم زي الاوبتيك نيورايتس او حاجه زي الاسكيميك اوبتيك نيوروباثي ده يوجي بيبقى سب اكيوت.